شباب اولى ثانوي ازيكم؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وصلنا لحل امتحانات المعاصر وهنحل دلوقتي امتحان رقم واحد. تعال نحل كده الامتحان على الهادي وبالتفصيل. واكزام 1 واول سؤال بيقول choose a correct answer. بيقول لي هنا a car of mass 1200 كيلوغرام، يبقى كده اداني الماس. بيقول لي was moving with a velocity، العربية دي كانت بتتحرك بسرعة 20 متر بير سكند. If the driver used the brakes، الراجل داس فرامل، فطبيعي السرعة هتقل. بيقول لي and the velocity of the car decreased، ها وصلت بقى، قلت وصلت لكام؟ ل 8 متر بير سكند. يعني ممكن اعتبر كده 20 دي هي ال V initial سرعة ابتدائية، ممكن اعتبر ال 8 متر بير سكند دي V final سرعة نهائية. الكلام ده حصل خلال time interval 6 second. ماشي، هو عايز ايه؟ بيقول لي the average magnitude of force acting، هو كده عايز الماجنيتيود بتاع الforce acting اللي هي الforce of brakes قوة الفرامل. ماشي، and its direction، يبقى هو هنا عايز حاجتين، عايز اول حاجة الماجنيتيود وتاني حاجة عايز الدايركشن. تعال نشوف هنشتغل ازاي. هنا لو انا عايز الforce بجيبها من نيوتن سكند لو، يبقى هنا في سؤال رقم واحد، ها انا عارف ان الفريكشن فورس او ريزيستنج فورس قوة الفرامل بسميها فريكشن او ريزيستنج لكن لانها بتقاوم الحركة، ايكوال ها ماس باي اكسلريشن. الماس مديهالك ب 1200، الفكرة كلها في مين؟ في الاكسلريشن. هجيب الاكسلريشن ازاي؟ ها على جنب كده الاكسلريشن ايكوال في فاينل ماينس الفي انيشال اوفر التايم. اروح اعوض الفي فاينل ها ب 8 ماينس الفي انيشال اللي هي ب 20 اوفر التايم اللي هو ب 6. اروح اعمل الكلام ده على الآلة هيطلع بنيجاتيف 2 متر بير سكند سكوير. يبقى انا هنا ومنطقي هنا الاكسلريشن تطلع بالنيجاتيف لان السرعة قلت، السرعة كانت ب 20 بقت ب 8. طيب يبقى الاكسلريشن انا طلعتها اخدها اعوض بيها مكانها بنيجاتيف 2، اعمل الكلام ده هيطلع نيجاتيف 2400 واليونت بتاعتي نيوتن. لو هو عايز الماجنيتيود باخد الرقم بس اللي هو الفاليو. طيب النيجاتيف ساين دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر ان الفورس اوف بريكس ها از ان اوبزيت دايركشن للموشن. يبقى هنا النيجاتيف دي بتعبر ان القوة عكس اتجاه الحركة. يبقى هنا ده الماجنيتيود اللي هو ب 2400، ولما يسألني عن الدايركشن هختار الاختيار اللي فيه كلمة اوبزيت، ده عشان النيجاتيف ساين. الكلام ده بقى بيحققه انهي اختيار؟ هتلاقي الانسر بتاعتك بي 2400 نيوتن ها ان ذا اوبزيت، يهمني قوي كلمة ان ذا اوبزيت دايركشن اوف موشن. جامد. تعالى يا اسطى كده بقى نشوف السؤال الايه، السؤال الثاني. والسؤال الثاني بيتكلم عن سيركولر موشن. الاول بس بيقول لي the opposite figure illustrates an object that rotates in a horizontal uniform circular path. ماشي، under the effect of a centripetal force of 100 نيوتن. ده كمان مديك centripetal force ب 100 نيوتن. طيب يبقى على جنب كده ممكن نحل في الجزء ده. سؤال رقم 2 مديني centripetal force ب 100 نيوتن، وخلي بالك من على الرسمة ان هو مديك الماس بتاعت الاوبجكت ب 1 كيلوغرام، مديك الراديوس بتاع السيركل باث اللي الاوبجكت بيلف فيه ها بكام بقى؟ ب 4 متر. يبقى معايا ماس ومعايا راديوس وكمان مديك السنتريبتال فورس. هو عايز ايه؟ هتلاقيه بيسالك هنا على البريودك تايم. بيقول لك سو ها ذا بريودك تايم اوف ذا اوبجكتس موشن از. طيب البريودك تايم ظهر معايا في انهي قانون؟ ظهر معايا في القانون الاول بتاع التانجنشال فيلوستي. لو انت فاكر كنا بنقول التانجنشال فيلوستي ايكوال 2 باي ار على تي. طيب لو انا عايز اجيب البريودك تايم لازم الباقي ده كله يبقى معايا. تعال نشوف كده. اول حاجة التو رقم ثابت معايا، الباي 22 اوفر 7 رقم ثابت معايا، الريديوس هو مدولك على الرسمة ب 4 متر معايا. الفكرة كلها مين اللي مش معاك؟ الفي. يبقى انا عشان اطلع البريودك تايم لازم الاول يبقى معايا الفي. طب ما تيجي نجيب الفي. اجيب بقى الفي من انهي قانون؟ خلي بالك هو هنا مديك جيفن السنتريبتال فورس، فاروح اجيب الفي من قانون السنتريبتال فورس. بمعنى لو جيت عوضت كده هقول السنتريبتال فورس ها ايكوال ام في سكوير على ار، واروح اعوض تعويض مباشر. الفورس ب 100، الماس مديها لك بواحد باي الفي سكوير معرفهاش على الار تحت ب 4. اقدر اجيب الفي سكوير في ناحيه لوحدها ومنها اجيب الفي. ها هعمل ايه بقى؟ يبقى الفي سكوير ايكوال 100 باي 4، يبقى الفي سكوير تحت اهو الفي سكوير طلعت ب 400. لو عايز اشيل السكوير احط الناحيه الثانيه روت، روت ال 400 على الاله تطلع ب 20 متر بير سكند. يبقى انا كده قفشت الفي. الفي بكام يا معلم؟ ب 20. اروح اعوض بقى. انا في القانون الاول عشان اطلع البريدكت تايم كنت عطلان على الفي، جبت الفي من قانون السنتريبتال اكسلريشن وجبت الفي تحديدا ب 20. لو جينا بقى عوضنا هنا كده تعويض مباشر هلاقي ان الفي اهو، هعوض في القانون ده هنا تعويض مباشر هلاقي ان الفي ب 20
equal التو رقم ثابت هنزله زي ما هو باي الباي ب 22 اوفر 7 باي الريديس هو مديهولك على الرسمه باربعه. الكلام ده كله ديفايدد بريودك تايم. كده قلبت معاك كوم ايكويشن 1 انون. اعمل شيفت سولف على الاله او حتى كروس ملتيبليكيشن هات البريودك تايم. كروس ملتيبليكيشن يا مستر ازاي اجيب البريودك تايم؟ هعمل ده كله ها ده كله ديفايدد ال 20. فساعتها لما اعمل الكلام ده على الاله البريودك تايم هتطلع 1.26 واليونت بتاعتي سكند. ده الحل بالتفصيل. انهي انسر بقى؟ الانسر بتاعتي هتبقى انسر بي. طيب تعالى بعد كده نشوف سؤال رقم 3. سؤال رقم 3 بيقول ها an object is at height h. بيقول لي an object is at height h from the ground. ماشي بيقول لك and its potential energy is 200 جول. واحده واحده بقى. يبقى انا كده قبل ما اكمل سؤال رقم 3 هو بيقول لي ان في اوبجكت اهو بيبعد عن الجراوند. هعتبر ان دي كده الجراوند. بيبعد عن الجراوند مسافه. المسافه دي بسميها h. انت خلي بالك كده ان الاوبجكت ده يعتبر ها في التوب لو هيبدا فري فول موشن وده اللي هو قاله. هنا بيقول لك ها اف ات بيجنز ايه بقى فري فول. يعني معناها ان هو في البدايه هنا كان عند التوب. معناها ان انا هنا الاتش دي تعتبر اقصى ارتفاع. خلي بالك الفري فول السرعه هنا تعتبر بزيرو. ده مهم. يبقى هنا الاتش ماكسيمم والسرعه ايكوال زيرو. معناها ان طالما الاتش ماكسيمم فمعناها ان البوتنشال انرجي هتبقى ايكوال ماكسيمم. وبما ان السرعه بزيرو فالكينيتك هتبقى بزيرو. الكلام اللي احنا قلناه كتير بنراجع مع بعض. طيب البوتنشال انرجي عند البوزيشن ده ايكوال ماكسيمم ايكوال كام؟ هو مديها لك في السؤال قال لي ان هي ب 200 جول. كويس تعال نكمل. بيقول لك ان الكره دي هتبدا فري فول موشن. بيقول لي ذا تشينج ان اتس كينيتك انرجي ذا تشينج ها ان اتس كينيتك انرجي تيل ذا هاف اوف ذا انيشال هايت ويل ايكوال. هو عايز يعرف اللي تشينج ها ايه اللي هيحصل في الكينيتك انرجي هتتغير ازاي. مبدئيا هنا الكينيتك انرجي كانت بكام يا مستر؟ عشان عند الماكسيمم هايت السرعه بزيرو فمعناها ان الكينيتك كمان بايه؟ معناها ان الكينيتك كمان بزيرو. طيب الكلام ده لما الاوبجكت كان على ارتفاع اتش من الارض. طيب لما يبقى على ارتفاع هاف الاتش يعني لما يوصل مثلا البوزيشن ده والمسافه دي بقت نص الاتش يعني هنا انا اعتبر عند هاف الماكسيمم هايت. خلي بالك ان احنا اتفقنا على حاجه ان عند التوب ها عند التوب الكينيتك بزيرو والبوتنشال ماكسيم. عند الجراوند بيبدلوا مع بعض ساعتها البوتنشال هي اللي بزيرو والكينيتك هي اللي ماكسيم. طيب عند هاف الماكسيم هايت اللي بيحصل البوتنشال والكينيتك بيبقوا ايكوال لبعض بيبقوا ايكوال هاف الماكسيم. يبقى انا هنا لو عند نص الماكسيم هايت فاقدر اقول ان البوتنشال ها ايكوال الكينيتك ايكوال نص الماكسيم. طيب يبقى ايكوال. انت خلي بالك انت الماكسيمم كنت قايل لي ان هو ب 200 فنص الماكسيمم يبقى كام؟ يبقى هاف باي 200 اللي هو يطلع ب 100 جول. اسال نفسك سؤال بقى هو بيقول لك ايه التشنج اللي حصل في الكيناتك من البوزيشن ده للبوزيشن ده لما الاوبجكت على ارتفاع اتش وبعد ما الاوبجكت وصل لارتفاع نص الاتش. كل اللي انا هقوله والله هنا الكيناتك كانت ايكوال زيرو هنا الكيناتك بقت ايكوال 100 فالتشينج الفرق ايكوال 100 جول. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى اختيار بي. طيب بعد كده سؤال رقم 4 وده سؤال على الجرافس. هنا عايز هيوضح العلاقه ما بين مين الفي اللي هي ها الاوربيتال فيلوستي. الاوربيتال فيلوستي تعال نفتكر القانون بتاع الاوربيتال فيلوستي بس تحديدا هختار انهي قانون اللي فيه روت الار. تعال نفتكر انا الاوربيتال فيلوستي ايكوال ها روت جي كبيره في الماس الكبيره على الاوربيتال ريديس. طب ايه علاقه الفي بروت الار؟ العلاقه انفرس. اوعى تقول لي بالار لا ده هنا في روت. يعني انا لو جيت رسمت كده لو قلت لك والله ده الفي وده روت الار فالعلاقه بتاعتك هتبقى انفرس. العلاقه بتاعتي هتبقى انفرس. طيب لو انا جيت عكست بدل روت الار خليتها واحد على روت الار فايه اللي هيحصل؟ العلاقه هتتعكس هي كمان من انفرس هتبقى دايركت. طيب هل الشكل ده عندي في الاختيارات؟ اه ده انهي تشويس؟ ده التشويس الاول. ادي الفي وده واحد على روت الار والعلاقه بتاعتي دايركت. يبقى الاجابه بتاعتي ايه. طيب بعد كده سؤال نمبر 5. سؤال نمبر 5 بيقول a child of mass اداك الماس ها ب 40 كيلوغرام. بيقول لك موز هوريزونتلي واحده واحده على الهادي
هوريزونتالي كده اداك اتجاه الحركه. يعني انا هقدر اقول كده ان ده اتجاه الحركه وده اتجاه الديسبيسمنت. ماشي. بيقول لك اون سكيتنج سيرفيس ذن ذا ورك دون اوف درس الورك كنت بهتم بكام دايركشن؟ 2. برافو. اتجاه الديسبيسمنت واتجاه الفورس واجيب الانجل ما بينهم عشان قانون الورك كان ايكوال ها اف باي دي باي كوساين الثيتا. فانا كنت مهتم بالثيتا اللي هي الانجل ما بين ها الفورس والديسبيسمنت. ده اتجاه الديسبيسمنت. طب فين اتجاه الفورس؟ نكمل قرايه. ذن ذا ورك دون باي هيز ويت. يبقى انا هنا هعمل او الواد ده هيعمل ايه بقى؟ هيعمل مجهود عشان يتغلب على وزنه. فلو وزنه اتجاهه فيرتيكال داون وورد فالفورس اللي هو هيعملها هتبقى فيرتيكال ابورد. يبقى ده كده اتجاه الفورس. يبقى معنى كده ان الفورس والديسبيسمنت، الديسبيسمنت هوريزونتال الفورس فيرتيكال، فمعناه ان هما بيربنديكولر تو اتش اذر. يعني معناها ان الانجل بكام يا رجاله؟ ب 90. وانا عارف ان كوساين ال 90 ايكوال 0، فطالما الكوساين ب 0 فالورك كمان هيبقى ايكوال 0. هختار انسر ايه الاجابه بتاعتك ب 0. طيب ده بالنسبه لسؤال نمبر 5. تعال ننط بقى كده بسرعه على سؤال رقم 6. سؤال رقم 6 بيقول ها if the periodic time of the rotation of the earth around the sun. هنا بيقول لك ها ان الارض بتاخد وقت معين اللي هو 365 يوم وربع ها عشان تعمل لفه كامله حوالين الشمس. ماشي. بيقول لك and the distance between the center of the sun and that of the earth، المسافه من السنتر للسنتر اللي احنا كنا بنسميها ار الصغيره اديها لك برقم معين بالمتر. ماشي. هو عايز ايه؟ عايز السنتريبتال اكسلريشن. طيب واحده واحده، انا كده اديتك التايم بتاع اللفه الكامله اللي هو البريودك تايم، وهنا اديتك ها المسافه من السنتر للسنتر، وعايز سنتريبتال اكسلريشن. يبقى هنا هقعد في قانون سنتريبتال اكسلريشن اللي هو كان بيقول ايه بقى؟ سنتريبتال اكسلريشن ايكوال ها في سكوير اوفر الار. طيب هنا ممكن اعوض ازاي؟ يبقى سنتريبتال اكسلريشن ايكوال، خلي بالك الار اللي تحت دي هنزلها زي ما هي. طيب كده فاضل لك مين فوق؟ فاضل لك ان انا انزل الفي سكوير. طب ما ايه قانون الفي اصلا؟ الفي القانون بتاعها، يبقى انا هكتب هنا اهو الفي، هكتبها هنا واعمل باور 2. الار دي نزلت في الاول ملهاش علاقه. طب فاضل لك مين فوق؟ الفي سكوير، فعملت براكت احط فيه قانون الفي وادي باور 2. طيب ايه قانون الفي اصلا؟ قانون الفي كان ايكوال ها 2 باي ار اوفر التي. يعني الكلام ده لو جيت فكيته البراكت ده كله باور 2، اي حاجه جوه اعملها باور 2، 2 باور 2 ب 4 باي باور 2 بباي سكوير، ار باور 2 بار سكوير ديفايدد في تحت تي برضو باور 2 فتبقى تي سكوير. طيب والار اللي احنا منزلينها من الاول دي هنزلها على جنب عادي جدا زي ما كتبناها من الاول. خلي بالك ده هيبقى ايكوال 4 باي سكوير ار باور 2 على ار، يتفضل ار بس، ديفايدد التي سكوير. يبقى ده قانون السنتريبتال اكسلريشن. ده مش قانون جديد يا جدعان، الكلام ده استنتجته قبل كده، ده مش قانون جديد. امال انا عملت ايه؟ انا عندي قانون للفي دخلته جوه القانون بتاع السنتريبتال اكسلريشن عشان اعوض مره واحده هنا. فلما اجي اعوض هنا بقت مساله سهله بقى، تعويض مباشر. ليه تعويض مباشر؟ لان هو هنا يا معلم كان مديك مين؟ هو مديك البريودك تايم ومديك ها المسافه من السنتر للسنتر. فاروح اعوض تعويض مباشر، يبقى هقول ها ايكوال الفور هنزلها زي ما هي. خلي بالك الباي ب 22 اوفر 7، بس ما تنساش دي باي ولا باي سكوير، اوعى تنسى السكوير. باي ها المسافه من السنتر للسنتر مديها لك بكام بقى؟ نعوض بيها زي ما هي اللي هي 1.496 اهو 1.496 باي 10 باور كام بقى؟ كانت باي 10 باور 11. الكلام ده كله ديفايدد البريودك تايم سكوير. هعمل براكت كده وهعمل براكت ده باور 2. طيب هحط مين جوه البراكت؟ البريودك تايم. بس خلي بالك هو مديهولك ها 365.25 كان مديها لك بالدي. انا ما بشتغلش بالدي، امال بنشتغل بايه التايم؟ بنشتغله بالسكند. فازاي احول من دي لسكند؟ اول حاجه اليوم فيه كام ساعه؟ في 24 ساعه. طب الساعه فيها كام دقيقه؟ فيها 60. طب الدقيقه فيها كام ثانيه؟ فيها 60. فدي التحويله بتاعتك. يبقى تاني حولت من دي ها لاور، ومن اور لمينت، ومن مينت لسكند. اروح بقى اعمل الكلام ده كله على الآلة عشان اطلع السنتريبتال اكسلريشن. خلي بالك ان انا لما اعمل ده على الآلة هيطلع رقم سنتريبتال اكسلريشن، هيطلع الرقم بتاعك على طول على الآلة، اليونت بتاعته متر بير سكند سكوير. اعملوا معايا كده على الآلة وتعالى نشوف هنا هختار انهي انسر. الانسر بتاعتي هتبقى بي. يبقى هتطلع معاك على الآلة 6.10^-3. جامد. طيب بعد كده سؤال كام بقى؟ سؤال نمبر 7.
ودي من مسائل الريشيو، ومسائل الريشيو اتفقنا ان هي مهمه جدا 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 عندنا. تعالوا نقرا السؤال واحده واحده وعلى الهادي، ده كده خلاص مش عايزينه. السؤال رقم 7 بيقول ها if the ratio between the mass of body A to that of body B equal 2 to 1، يبقى هو اداك ريشيو ما بين الماسز بتاعت مين يا معلم، بتاعت A وبتاعت B، الريشيو دي بكام؟ ب 2 to 1. ماشي، بيقول لك and the ratio between the speed، ها يبقى هديك ريشيو ما بين السرعتين بقى، ما بين سرعة A وسرعة B، الريشيو بتاعت السرعة مديهالك بكام؟ الريشيو بتاعت السرعة مديهالك بهوف، يبقى الريشيو بتاعت الماس مديهالك بتو، والريشيو بتاعت السرعة مديهالك بهوف. طيب هو عايز ايه؟ بيقول لي then ها the ratio between the kinetic energy of body A to that of body B. واحدة واحدة، هنا انا عندي القانون في سؤال رقم 7. ايه القانون بتاع الكينيتيك انرجي مستر؟ سهل، هو هوف ام في سكوير. طب تعالى نحول القانون ده الريشيو، ها كل اللي انا هعمله ما بين الكينيتيك انرجي هتبقى كينيتيك انرجي اي على كينيتيك انرجي بي ايكوال، خلي بالك في الريشيو الهوف ده رقم ثابت ما بينزلش، اي حاجه ثابته ما بننزلهاش في الريشيو. ماشي، مكان الماس هحط ماس اي على ماس بي، ها بوي، مكان السرعه هحط سرعه اي على سرعه بي، بس بالله عليك اوعى تنسى السكوير دي في سكوير. مسألة بقت سهلة، هو عايز الريشيو دي ايكوال، تعال نعوض هنا. طب ما هي الريشيو بتاعت الماسز هو مديها لك في السؤال بكام؟ في السؤال كان مديها لي بي 2، كان قايل لي الريشيو ها ما بين ماس A وماس B ب 2 to 1، فكتبتها زي ما هي. بوي، ها بعمل براكت وادي السكوير. طب الريشيو اللي جوه دي اللي جوه البراكت، الريشيو ما بين سرعة A وسرعة B كان مديها لك في السؤال كام يا اسطى؟ كان مديها لك ب 1 to 2 اللي هي بهاف اهو. وروح اعمل ده على الاله، هقول 2 اهو على هذه خالص اهو 2 to 1 باي هاف سكوير على الاله تطلع بربع، لما اعمل هنا 2 باي كوارتر فتطلع الانسر بتاعتك هاف، يبقى الريشيو بتاعتي هتطلع بكام؟ هتطلع بهاف، وده تشويس سي. طيب تعالى بقى السؤال رقم 8، سؤال رقم 8 على الحته بتاعت الجرافيتيشنال فيلد. طيب قبل ما ابدا سؤال رقم 8 تعالى نفتكر كده القانون بتاع الجرافيتيشنال فيلد. القانون بتاع الجرافيتيشنال فيلد بقول هو ايكوال ها جي كبيره في الماس الكبيره على المسافه سكوير. واحده واحده بقى وعلى هادي، خلي بالك ها ان الجرافيتيشنال فيلد هي انفرس مع المسافه سكوير، يعني معناها لو انا عندي اوبجكت مثلا على سيرفيس بتاع بلانت معين فمعناها ان في فاليو معينه للجرافيتي. طيب لو انا بعدت بقى، لو انا طلعت فوق السيرفيس معناها ان انا بعدت عن السنتر بتاع البلانت ده، معناها ان المسافه عماله تزيد، فالمسافه عماله تزيد فمعناها ان الجرافيتي عماله تقل. ليه؟ لان العلاقه ما بين الجرافيتي وما بين المسافه سكوير العلاقه ما بينهم انفرس. يعني اقدر اكتب كده، لو انا قلت لك مثلا جرافيتي 1 على جرافيتي 2 ايكوال ها هتبقى ار 1 فوق ولا ار 2؟ ار 2 عشان انفرس يا مستر، يبقى ار 2 على ار 1. بس انت ناسي حاجه، ايه هي؟ برافو، السكوير. طيب ده لو انا عايز احول ده الريشيو اوضح العلاقه ما بين الجرافيتيشنال فيلد وما بين المسافه سكوير. طيب تعالى نقرا كده ونشوف هو عايز ايه. السؤال بيقول the acceleration due to gravity ها decreases by هتقل بواحد في المية. بيقول لك ان الجرافيتي هتقل بواحد في المية، يعني معناها ان انا هنا ببعد ولا بقرب؟ معناها ان انا ببعد. ليه؟ لان الجرافيتي هتقل. ماشي، بيقول لك from its value at the earth's surface، يبقى معناها ان انا هبعد عن السيرفيس بتاع الارث. عرفت منين؟ لان الجرافيتي قال لي ان هي هتقل بقيمة 1%. ماشي، بيقول لك الكلام ده بقى هيحصل ها at a height equal كام؟ يبقى امتى الجرافيتي هتقل بقيمه 1% عن قيمتها على سطح الارض؟ انا عرفت ان انا هبعد عن السيرفس. طيب ليه؟ عشان ازود المسافه، فبالتالي الجرافيتي تقل. بيسالك بقى بيقول لك هتبعد مسافه عن السيرفس قد ايه؟ هتطلع فوق هايت قد ايه من السيرفس؟ هو عايز الاتش، هل 60 ولا 64 ولا 30 ولا 32 كيلومتر above the earth's surface؟ هو هنا عايز الاتش. طيب هنا يا اسطى انا هنا واضح ان انا عندي ها كام كيس؟ 2 كيسز. ها كيس رقم واحد، كيس رقم واحد ان انا كنت على السيرفس. طيب كيس رقم اتنين ان انا هبعد عن السيرفس، فمعناها ان انا هبقى فوق السيرفس فبكتب كلمه ابوف. طب عرفت منين؟ لان هو اصلا بيسالني عن الاتش، لان هو قال لي ان الجرافيتي هتقل فمعناها مسافه بتزيد، يبقى انا هطلع فوق السيرفس بتاع الارث. طيب تعال نشوف الكيس الاولانيه. الكيس الاولانيه خلي بالك ان الجرافيتي في الكيس الاولانيه انت عارف ان الجرافيتي على سطح الارض بكام؟ ب 10 متر بير سكند سكوير، ده بالتقريب. طيب الجرافيتي بقى لو انا طلعت فوق تبقى بكام؟ هو قال لك ان هي هتقل ب 1% من الفاليو دي. خلي بالك معناها 1% يا جماعه، لما اجي اكتب كده 1% ها هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 1 اوفر 100. طيب يعني معناها ده هيطلع على الاله ب 0.01،
يعني بيقول لك انا قيمه الجرافيتي في الحاله الثانيه اقل من قيمتها في الحاله الاولى ب 0.01. طب ما تيجي الماينس عشان اعرف قيمه الجرافيتي في الحاله الثانيه بكام. فلو قلت هنا 10 - 0.01، فلو قلت 10 - 0.01 ها على الاله هتطلع بكام بقى؟ هتطلع ب 9.99 متر بير سكند سكوير. يبقى انا كده كل اللي انا عملته جبت قيمه الجرافيتي في الكيس الثانيه اللي هي ب 9.99 متر بير سكند سكوير. طيب عملناها بالتفصيل، تعال نكمل حته بقى المسافه. يبقى انا بتكلم عن الجرافيتي وبتكلم عن المسافه. طيب تعال نشوف هنا في الكيس لو انا على السيرفس المسافه ايكوال ايه؟ برافو، هي هي الريديوس بتاع الارث. طيب في القيمه الثانيه لو انا بعدت بقى عن السيرفس بارتفاع اتش، فساعتها المسافه هتبقى ريديوس الارث بس ولا بزود الهايت؟ بزود الهايت. يبقى هنا انا اقدر اقول ان دي كده تعتبر المسافه بتاعت الكيس الاولى، دي تعتبر المسافه بتاعت الكيس الثانيه. هو عايز مين؟ هو عايز الاتش. في هنا جيفن المفروض كان يديهولك، زوده معايا ايه هو؟ ها ان الريديوس بتاع الارث ايكوال، يعني زود الجيفن ده معايا، ايكوال 6.4 ها باي 10 باور 3 كيلومتر. ده ريديوس الارث، اعتبر ان هو مديهولك جيفن. هنا ده جيفن ناقص في السؤال، 6.4 باي 10 باور 3 كيلومتر. بص يا معلم، كل اللي انا هعمله هروح اعوض بقى تعويض مباشر في الريشيو اللي احنا استنتجناها مع بعض من الاول. يبقى جرافيتي 1 هعوض عن جرافيتي 1 بكام؟ ب 10 ها ديفايدد جرافيتي 2، يبقى هعمل جرافيتي 1 ديفايدد جرافيتي 2 اللي هي بكام؟ ب 9.99. كويس، ايكوال الناحيه الثانيه، خلي بالك مين فوق؟ ار 2. ار 2 اللي هي بكام؟ بريديس الارث، ريديس الارث بلس الهايت على مين تحت؟ المسافة الأولى، المسافة الأولى اللي هي ريديس الإرث بس، وخلي بالك ده كله باور كام؟ باور 2. هتلاقي إن المسألة بتاعتك بقت 1 إيكويشن 1 أون 1، إزاي يا مستر الريديس بتاع الإرث مش معاك؟ لا أنا مديهولك. يبقى هنا بكام؟ ب 6.4 باي 10 باور 3 كيلومتر. فتعالى نعوض، تعالى نعوض هنا مثلا، ها هقول يبقى 10 ديفايدد 9.99 إيكوال ريديس الإرث اللي هو بكام؟ ب 6.4 باي 10 باور 3 بلس الإتش. الكلام ده ديفايدد ريديوس الارث اللي هو 6.4 باي 10 باور 3 وما تنساش السكوير. خلي بالك في حاجه مهمه بقى، ريديوس الارث انا هنا معوض عنه بايه؟ انا معوض عنه هنا بالكيلومتر. فطالما معوض عن ريديوس الارث بالكيلومتر فلازم الهايت يطلع هو كمان بالكيلومتر. مستر انا مش هشتغل بالمتر؟ لا مش هشتغل بالمتر، لان الاختيارات كلها الاتش بيسالك عنها بالكيلومتر. فطالما عوضت فوق بالكيلومتر تحت بالكيلومتر، دي مساله ريشيو مش فارقه. طيب يبقى كل اللي انا هعمله اروح اعمل ده على الاله شيفت سولف وهطلع الاتش بالكيلومتر. الاتش معاك هنا هتطلع بالتقريب 32 كيلو متر. يبقى انا كده حسبت الهايت. ده انهي بقى يا اسطى؟ انهي اختيار؟ هتلاقي ان هنا الاختيار بتاعك دي. كويس، تعالى بعد كده سؤال رقم 9. سؤال نمبر 9 سؤال صايع، بيقول لك ايه؟ ذا ورك دون. بص انا هقرا لك بس الريكويرد هوضح لك حاجه. بيقول لك the work done on the body، هو عايز الورك هنا في نص السؤال الاول. النص الثاني بيقول لي the decrease in potential energy. the decrease هي هي ممكن اقول the change. طيب ما انا عارف ان هي هي، يعني كلمه الورك هي هي كلمه change in potential energy طالما الاوبجكت غير الهايت بتاعه، وده اللي هتلاقيه حاصل هنا. طالما الهايت اتغير فالبوتنشال انرجي بتتغير، والتغير اللي بيحصل في البوتنشال انرجي بيبقى ايكوال للورك. يعني انا متاكد مليون في الميه ان الرقمين، الرقم ده والرقم ده هيبقوا زي بعض. طيب يعني يا اما ايه الاحتمالات بتاعتك؟ يا اما هيبقى 20 و20 اللي هي انسر ايه، يا اما هيبقى 17 و17 اللي هو انسر دي، لان معنى كلمه ورك هي هي تشينج ان بوتنشال انرجي. وتعالى نحسب السؤال. بيقول نقرا الاول a person drops ها a body of mass، اداك الماس هنا ب 0.2 كيلوغرام ها from height 10 meter above the ground. يعني هنا المسافه، هنا الراجل ده هيسيب اوبجكت، هيوقع اوبجكت مسافه كام بقى؟ 10 متر، بس ال 10 متر دي لغايه الجراوند. طيب بيقول لك ان في واحد تاني واقف هنا مش هيخلي الاوبجكت ده يوصل لحد الجراوند، امال ايه؟ كان واحد بيحذف لواحد حاجه اهو. طيب الراجل التاني ده اللي هيمسك الحاجه اللي بتتحدف له واقف على ارتفاع قد ايه من الارض؟ واقف على ارتفاع 1.5 متر. يعني انا ممكن اقول هنا هيحصل تشينج في الهايت. ليه؟ لان عندي هنا كام هايت؟ 2 هايتس. عندي هنا هايت ب 10 متر وعندي هايت تاني بكام؟ ب 1.5 متر. يعني اقدر اقول لو عايز احسب الورك، بص معايا، لو عايز احسب الورك هيبقى هو هو التشينج اللي حصل في البوتنشال انرجي. طب ايه قانون البوتنشال انرجي يا مستر؟ هو ام جي اتش، بس طالما البوتنشال اتغيرت يبقى مش هكتب اتش، هكتب دلتا اتش، الاتش كمان اتغيرت. طب قيمه التغير كام؟
انا عندي اتش ب10 وعندي اتش ب1.5، لما ماينصهم، ما معنى كلمه دلتا يعني ماينس يعني ديفرنس، لما ماينصهم هقول هنا ده كده يعتبر 10 ـ -1.5 اللي هي تطلع 8.5 على طول. الماس تعال نعوض، الماس مديها لك ب0.2 والجرافيتي مديها لي ب10. اروح اعمل ده على الاله واعوض تعويض مباشر. هنا لما اعمل ده على الاله الانسر بتاعتي هتطلع 17. ده مين بقى 17؟ ده هو الورك، هو اللي تشينج اللي حصل في البوتنشال انرجي. طيب يبقى هنا تحديدا الاجابه بتاعتي هتبقى دي. طيب بعد كده سؤال نمبر 10، سؤال بقى تعودنا عليه كتير قوي. سؤال بيقول عندي اوبجكت، ها الماس بتاعته، الماس بتاعته ب 50 كيلو جرام، طلع جيفن واحده واحده. بيقول لي هنا من قدامك على الرسمه في تو فورسز بيأثروا عليه، فورس في الاتجاه ده ها قيمتها 400 نيوتن، فورس عكس الاتجاه قيمتها 150 نيوتن. قبل ما ابدا تعال نجيب ريزلتنت فورس، وهتلاقي دي اول حاجه بيسالك عليها. اول حاجه هتلاقيه بيقول لك انا عايز الريزلتنت فورس، اتعودنا طالما تو فورسز عكس بعض ها بعمل ايه؟ كبير ماينس الصغير في اتجاه الكبير طالما عكس بعض. طب الكبير ناقص الصغير هيبقى 400 ماينس 150، فتطلع بكام؟ 250 متر ولا نيوتن نيوتن. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه عايز مين؟ عايز اتس اكسلريشن. اكسلريشن هجيبها منين يا اسطى؟ نيوتن سكند لو. نيوتن سكند لو ريزلتنت فورس ايكوال ماس باي اكسلريشن، هو عايز الاكسلريشن. انت جبت الريزلتنت فورس ومديك الماس على الرسمه ب 50، عوض تعويض مباشر. الفورس الريزلتنت فورس اللي انت مطلعها مطلعها ب 250، الماس من على الرسمه ايكوال 50 باي الاكسلريشن، ما اعرفهاش، هات الاكسلريشن في ناحيه لوحدها ودي ال 50 الناحيه الثانيه بالديفايدد، هتلاقي ان الاكسلريشن ايكوال 250 ماينس 50، فتطلع ب 5 متر بير سكند سكوير. يبقى الاجابه بتاعتك الجزء الاول 250 نيوتن، السؤال او النص الثاني هيبقى 5 متر بير سكند سكوير. ده انهي انسر؟ هتلاقي الانسر بتاعتك بي. جامد. بعد كده تعالى نشوف سؤال نمبر 11. سؤال نمبر 11 بيقول ها A body moves in a uniform circular motion. ماشي. Along a circle of radius 50 سنتيمتر. كده اداك الريديس، بس خلي بالك انا ما اشتغلش بالسنتيمتر، لازم احول من سنتيمتر لمتر. ازاي؟ اهو من سنتيمتر لمتر بقول باي 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي ديفايدد 100. ماشي. فلما اقول 50 باي 10 باور نيجاتيف 2 تطلع بهاف، يبقى كده انا طلعت الريديس. كمل. بيقول لك وير، ركز بقى دي مهمه، وير ات تيكس 90 سكند، خد 90 ثانيه عشان يعمل كام لفه؟ عشان يعمل 45 كومبليت ريفوليوشنز. المعلومتين دول اطلع منهم مين لو فاكر؟ ها برافو، اطلع منهم البريدكت تايم، التايم بتاع اللفه الواحده. طب لو عايز اعرف التايم بتاع اللفه الواحده هعمل ايه؟ هاخد التوتال تايم اقسمه على التوتال نمبر اوف تيرنز، فبالتالي اقدر اطلع التايم بتاع اللفه الواحده. يبقى هنا البريدكت تايم هيبقى عباره عن ها 90 اوفر 45 اللي هو القانون اللي احنا كنا قلناه قبل كده، ها ان البريودك تايم هو عباره عن التوتال تايم على ان، التوتال تايم ب 90، الان تحت ب 45 اروح اعوض، فالبريودك تايم يطلع ب 2. وما تنساش ان انت كنت قايل ان الريديس ايكوال هاف متر. طب تعالى نكمل. هو عايز ايه؟ بيقول لي ذا سنتريبتال اكسلريشن اوف ذيس بودي از ايكوال تو، عايز هنا يعرف السنتريبتال اكسلريشن. طيب تعالى نعوض كده في قانون السنتريبتال اكسلريشن، بس في حاجه وانا بحل قلت لك ان السنتريبتال اكسلريشن ها ايكوال في سكوير على ار. طيب يبقى هنا لو انت خدت بالك كنا بنحل سؤال رقم 6 كانت نفس الفكره، ان انا هنا عايز السنتريبتال اكسلريشن ومديك الار والبريودك تايم، فهعمل ايه؟ ممكن ادخل ها الفي جوه قانون السنتريبتال اكسلريشن، يعني عوض لو فاكر سؤال رقم 6 ارجع له. ها كنت عملت شلت الفي وحطيت مكانها 2 باي ار على تي، وسبت الار اللي تحت دي زي ما هي، بس 2 باي ار على تي اللي هي الفي عشان هنا في سكوير، ف2 باي ار على تي كلها عملتها سكوير. فساعتها استنتجنا في الاخر ان السنتريبتال اكسلريشن كانت ايكوال ايه؟ 4 باي سكوير في الار على التي سكوير، فده ينفع اعوض فيه على طول. طيب او في واحد يقول لك يا مستر اروح اجيب الفي لوحدها الاول على جنب وبعد، يعني يعمل كده يقول لك ان الفي ايكوال 2 باي ار على تي. ماشي. فالتو رقم ثابت والباي 22 على 7 رقم ثابت والار معاك والتي معاك، فيروح يعوض هنا يطلع الفي، وبعد ما يطلع الفي ياخدها يعملها باور 2 على ار عادي هو هو. طيب انا بقول ده ليه؟ بما اننا لسه قايلينه من شويه عادي عشان اعملها بس على خطوه واحده، لو عملت كده مفيش مشكله خالص. طيب تعال نعوض. يبقى هنا الفور رقم ثابت، الباي 22 اوفر 7
بس خلي بالك باي سكوير في الار اللي هي بهاف على البريودك تايم سكوير بريودك تايم بتو، ما تنساش باور 2. اروح اعمل الكلام ده على الاله عشان اطلع السنتريبتال اكسلريشن، هتلاقي ان السنتريبتال اكسلريشن طلعت معاك 4.9 متر بير سكند سكوير. اني انسر هتلاقي ان الانسر بتاعتي ايه. طيب بعد كده سؤال نمبر 12 بيقول ها A crane truck is pulling a car. في هنا crane truck بتسحب عربية وراها ماشي عن طريق ايه؟ عن طريق كيبل. ادي الكيبل بتاعك، وخلي بالك ان الكيبل ده بيبقى فيه فورس بنسميها tension force، قوة الشد بتاعت الكيبل ماشي. خلي بالك ان العربية دي بتتحرك في اتجاه horizontal لانها محطوطة على horizontal road، فده كده يعتبر اتجاه displacement. مستر احنا شكلنا كده في درس الورك مظبوط. ليه؟ لان في درس الورك كان يهمني او اتجاه الفورس يهمني اتجاه الديسبليسمنت عشان اقدر احدد الانجل ما بينهم اللي انا بسميها سيتا. وهو هنا على الرسمه مديها لك السيتا بكام؟ قال لك ان هي ب 60 ماشي. تعال نكمل. بيقول لي a crane truck is pulling a car on a horizontal road for a distance. المسافه قد ايه بقى؟ 1 كيلومتر. يبقى اداك المسافه ايه؟ طبعا ساعتها 1 كيلومتر هقول مكانها 1000 متر، هشتغل بالمتر. طب using a cable in as in the opposite figure. بيقول لك so a work of 10 power 5 joule is done. تعالى الاول بس نطلع الجيفن اللي معانا. ده سؤال نمبر 12. الجيفن اللي معانا اول حاجه من على الرسمه الثيتا الانجل ما بين فورس والديسبيسمنت ب 60. تاني حاجه ها الورك ب 10 باور 5 جول، وما تنساش برده ان هو كان مديك المسافه ها ب 1000 متر. طيب ايه اللي ناقص؟ القانون بتاع الورك تعالى كده نكتبه. الورك ايكوال ايه؟ اف باي ديسبيسمنت باي كوساين الثيتا. الحاجه اللي ناقصه هي الفورس، وهتلاقي هي دي اللي بيسالك عليها. يعني هنا هيقول لك ايه بقى؟ بص ها عايز ايه؟ بيقول لي زين ذا تنشن ان ذا كيبل از ايكوال، هو عايز قوه الشد في الكيبل، عايز الفورس. فبالتالي ساعتها هشتغل 1 ايكويشن 1 ايه 1 انون اطلع الاف. تعالى نعوض. هتلاقي ان الورك معاك ب 10 باور 5، الفورس معرفهاش، المسافه هعوض عنها ب 1000 عشان حولتها من كيلومتر لمتر، باي كوساين ال 60. واروح اعمل ده على الاله اقدر اطلع الاف. هاخد ده كله وادي الناحيه الثانيه بالديفايد، هتلاقي ان الفورس طلعت معاك هنا قوه الشد في الكيبل هتطلع معاك ب 200 نيوتن. دي انهي اجابه؟ هتلاقي ان الاجابه بتاعتك دي. طيب بعد كده سؤال نمبر 13 بيقول لك تخيل ها if the distance between the centers of the sun and the earth decreases to half. انت عارف ان الارض بتلف حوالين الشمس، بيقول لك طبعا وبتبعد السنتر والسنتر بيبعدوا عن بعض مسافه معينه. هو بيقول لك تخيل بقى ان المسافه دي قلت النص، يعني معناها ان السنتر بتاع الارض والسنتر بتاع الشمس قربوا من بعض ماشي. بيقول لي سو وات ويل بي ذا نمبر اوف دايز. هل بقى ساعتها الارض وهي بتلف حوالين الشمس بتاخد عدد ايام معين عشان تعمل لفه كامله؟ طيب تخيل بقى ان هي الارض قربت من الشمس، طيب هل ساعتها هتاخد نفس عدد الايام؟ لا اكيد عدد الايام ده ها هيقل، يعني معناها البريودك تايم هيقل. طيب بيقول لك في الطبيعي ان البريودك تايم ها 365.25 دايز. بيقول لك بقى تفتكر تاني لو المسافه من السنتر بتاع الايرث للسنتر بتاع الشمس قلت النص، تفتكر ايه اللي هيحصل للبريودك تايم؟ الارض هتاخد ها كام يوم عشان تعمل لفه كامله حوالين الشمس؟ طيب لو انت خدت بالك هو هنا بيتكلم عن ايه؟ هو بيتكلم هنا عن الاوربيتال ريديس، وبيتكلم هنا عن بريودك تايم. ايه القانون اللي كان بيربط الاوربيتال ريديس بالبريودك تايم، او ايه العلاقه تحديدا؟ كنت بقول ان البريودك تايم سكوير دايركت مع الاوربيتال ريديس كيوب. تعالى نفتكر. يبقى هنا انا همسح ده كده ونشوف سؤال نمبر 13. في الطبيعي مثلا في الطبيعي ها ان هنا المسافه من السنتر للسنتر اسمها ار صغيره اللي هي الاوربيتال ريديس. بيقول لك بقى دي لو قلت النص، يعني بدل ما يبقى اسمها ار هخلي مثلا نصها يبقى نص ار ماشي. طيب البريودك تايم هنا كان ايكوال ايه؟ 365.25 دي. هو عايز هسمي ده مثلا بريودك تايم 1. بيقول لك بقى بريودك تايم 2 ايه اللي هيحصل لو المسافه قلت النص؟ يبقى انا هشتغل ان بكل بساطه البريودك تايم سكوير دايركت مع الاوربيتال ريديس كيوب. تعالى نعمل ريشيو. يبقى هقول بريودك 1 ها على بريودك 2 اول باور 2 ايكوال ها ار 1 على ار 2 اول باور 3. وتعالى نعوض هنا واحده واحده وعلى الهادي. بص يا معلم كده بريودك تايم 1 بكام؟ انا دي كده الكيس الاولى ودي كده الكيس الثانيه. بريودك تايم 1 بريودك تايم بكام؟ بالرقم ده هنزله زي ما هو، يبقى 3 ها 165.25 ده كده بريودك تايم 1 ديفايدد بريودك تايم 2 ده اللي انا عايزه اهو بريودك تايم 2. خلي بالك ده كله اول باور 2 ها ايكوال الناحيه الثانيه
هعمل براكت باور 3 ما تنساش. طيب مين بقى ها الاوربيتال ريديس في الحاله الاولى؟ احنا مسمينها ار اهو. طيب مين الاوربيتال ريديس في الحاله الثانيه؟ في الحاله الثانيه الاوربيتال ريديس ها قال لي النص، فبدل ما كان ار خلينا نص ار. ادي يا معلم نص ار. طيب مبدئيا الار هتكنسل الار، هنا هتقول لي تحت اللي تحت هيطلع فوق، يعني انا هنا جوه ده قبل ما امسح اهو تحت اللي تحت هيطلع فوق، فانا هنا همسح ده كله وهيتفضل التو هتطلع فوق وما تنساش باور 3 على هادي اهو. يبقى هنا هيتفضل ايه؟ التو هتطلع فوق وما تنساش باور 3. هنا بقت معاك 1 ايكويشن 1 انون، شيفت سولف اروح اطلع البريودك تايم. وخلي بالك اتعودنا على ده، دي كده مساله ريشيو، فانا معوض عن ده بالدي، بريودك تايم 1 معوض عنه بالدي، يبقى بريودك تايم 2 هو كمان هيطلع بالدي. لما اروح اعمل ده على الاله هتلاقي ان البريوديك تايم 2 طلع معاك بقى بكام، هتلاقي الانسر بتاعتك انسر دي اللي هي 129.14 دايز. طيب في ناس هنا ممكن تتغفل في السؤال ده، يقول لك ده المسافه قلت النص يبقى البريوديك تايم قل النص، فيقول لك اه يعني هو كان 365.25 قل النص فاقسمه على الاثنين. مين بقى قال لك تعمل ده؟ هل في علاقه بتقول كده؟ لا. انا هل البريوديك تايم انت اعمل ده، لو قال لي البريوديك تايم دايركت مع الاوربيتال ريديس، بس هل ده صح؟ لا، اوعى تنسى بالله عليك، ده بريوديك تايم سكوير ده اوربيتال ريديس كيوب، فدي بتفرق معاك. يبقى تاني لو هي اصلا كنت بقول بريوديك تايم دايركت مع الاوربيتال ريديس، فاه ده قال لي النص ده يقل لي النص، فهاخد البريوديك تايم في الحاله الاولى اقسمه على الاثنين عشان اجيب بريوديك تايم في الحاله الثانيه. هل ده صح؟ لا، اوعى تتغفل. الكلام ده صح امتى؟ لو البريوديك تايم دايركت مع الاوربيتال ريديس، والكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط. ليه؟ لان الصح بتاعك ان دي بريوديك تايم سكوير ودي اوربيتال ريديس كيوب، وده اتفقنا كتير وكررناه كتير ان ده من الاجزاء المهمه جدا جدا جدا. ماشي يا معلم، تعالى بعد كده نشوف سؤال نمبر 14. سؤال نمبر 14 عامل جراف ما بين الفورس وما بين الفي سكوير. طيب هنا بيقول لي The opposite graph illustrates the relation between the centripetal force F. ها انا راسم ما بين الفورس ها acting on body، وخلي بالك في النص كده اداك الماس ب 2 كيلو جرام. بيقول لك that undergoes a uniform، الفور دي مكتوبه زياده، a uniform horizontal circular motion. راسم بقى ما بين الاف ومين يا معلم؟ وما بين square velocity الفي سكوير. بيقول لي then the radius، هو هنا عايز الريديس يا معلم، عايز الريديس بتاع السيركلر باث اللي الاوبجكت بيلف فيه، واحده واحده على الهادي. هنا استخدم انهي قانون؟ ها منطقي ان انا استخدم القانون بتاع الفورس. ليه؟ لان هو جاب لي سيرتها مديها لي على الجراف. يبقى لما نيجي نكتب كده في سؤال نمبر 14 اهو، سؤال نمبر 14 انا عارف ان الفورس السنتريبتال فورس ايكوال ها ام في سكوير على ار. تعال نعوض، خلي بالك الفورس اعرف اجيبها من على الرسمه، الماس مديها لك باتنين، الفي سكوير اعرف اجيبها من على الرسمه، يبقى هنا يتفضل معاك الريديوس بس ده اللي انت عايزه. يبقى اروح اعوض تعويض مباشر، تعال من على الرسمه اي نقطه على الستريت لاين انت عايزها، وليكن النقطه دي مثلا الفورس بكام؟ الفورس ب 4، يبقى انا هقعد عن الفورس ب 4. ركز في دي بقى، هنا عند نفس النقطه اجيب الفاليو اللي هي ال 4 دي، دي مين بقى؟ دي الفي سكوير. هنا في ناس بتتلخبط، في ناس بتاخد ال 4 تعملها باور 2، لا هنا تاني مين ال 4 دي؟ دي الفي سكوير على بعضها. هو قال لك انا حطيت على الاكس اكسس هنا، هل هو قال لك انا حطيت الفي عشان تاخدها تعملها باور 2؟ لا هو ما قالش كده، هو قال لك على الاكس اكسس انا عاملها في سكوير على بعضها. يبقى عند النقطه دي كده مين الاربعه دي؟ دي بتمثل الفي سكوير على بعضها. اروح اعوض، يبقى هنا لما اجي اعوض هقدر اقول ها ان الفورس باربعه ايكوال الماس مديها لك في المساله باتنين زي ما اتفقنا اهي، ها الفي سكوير، الفي سكوير ده اللي انا بقول بقى الفي سكوير على بعضها باربعه، اوعى تعمل الاربعه دي باور 2، هي الفي سكوير كلها باربعه على الريديس. بالتالي اقدر اجيب الريديس بتاعي، هنا الريديس بتاعك هيطلع بكام؟ هيطلع ب 2 متر. اعمل كروس ملتيبليكيشن طلع الريديس، الانسر بتاعتي هتبقى سي. طيب بعد كده تعالى بقى ندخل في الجرافز او في المسائل بتاعت الاساي، واول جراف هنا والجراف ده انا كنت جايبه في الامتحان الشامل الاول. تعالى نشوف هنا بيقول لك ايه، هو بيوضح علاقه ها ما بين التغير اللي بيحصل في المومنتوم بمرور الوقت، يعني لو حصل تغير. تعالى نشوف السؤال بيقول which of the two bodies is affected by a net force give reasons. بص يا معلم، مبدئيا كده عندي هنا بادي اسمه A واحد اسمه B، واضح من على الرسمة ان المومنتم بتاع A ثابت، وواضح من على الرسمة ان المومنتم بتاع B بيزيد. طيب لو انت بيسألك مين اللي بيتأثر بنت فورس، ها يبقى اقدر اقول النت فورس ايكوال ايه؟ ها ايه القانون بيربط ما بينها وما بين التشينج في المومنتم؟ ان النت فورس ايكوال تشينج ان مومنتم ديفايدد التايم.
ركز بقى. طيب لو حصل تشينج في المومنتوم، يعني لو ده ليه فاليو فمعناها ان الفورس ليها فاليو. طيب لو ما حصلش تشينج في المومنتوم معناها ان ده بزيرو، فالفورس كمان هتبقى بزيرو. حلو، يعني انا من الاخر هو بيقول لك ها مين اللي هيتاثر بنت فورس ليها فاليو؟ يبقى اللي بيحصل له تشينج في المومنتوم. طب مين اللي بيحصل له تشينج في المومنتوم، ايه ولا بيه؟ طبعا بيه، تحديدا المومنتوم بتاعه بيزيد. لكن ايه ما بيحصلش تشينج في المومنتوم؟ ليه؟ لان المومنتوم ثابت. فطالما المومنتوم ثابت فمعناها الدلتا مومنتوم بزيرو، وطالما الدلتا مومنتوم بزيرو فالفورس كمان هتبقى ايكوال زيرو. الكلام ده في حاله ايه؟ فانا مش هختار ايه، انا عايز مين بيتاثر بنت فورس ليها فاليو، فمعناها اللي بيحصل له تشينج في المومنتوم اللي هو انهي اوبجكت بقى وانهي بودي. الاجابه بتاعتي هتبقى بودي بي. طيب بعد كده اخر سؤال بقى في الامتحان الاول، وده من الاسئلة اللي فيها فكرة. نرجع بقى لحتة اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي. قبل ما حل السؤال خلي بالك الهايت زيه زي البوتنشل، ها السرعة زيها زي الكيناتيك، والبوتنشل والكيناتيك عكس بعض، لو واحد زاد التاني بيقل، لو واحد قل التاني بيزيد. خلي بالك ان الميكانيكال هي مجموع البوتنشل والكيناتيك، والميكانيكال انرجي قيمتها ثابتة. طيب تعالى نشوف هنا بيقول لي the opposite figure. ها هنا راسم simple pendulum ومديك 3 positions A و B و C. طيب لو جينا كبرنا الرسمة كده، لو خدت بالك ها هنا الاوبجكت مثلا هيبدأ الحركة، قال لي ان هو هيبدأ من A، فمعناها ان السرعة عند A equal كام يا معلم؟ equal 0. طيب بعد كده هيبدأ يتحرك، خلي بالك ده كده انا رايح عند بوزيشن بي، فكده انا بتحرك في اتجاه الجاذبية، فالسرعة عمالة تزيد 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 لغاية عند بي، السرعة عند بي هتبقى ماكسيم. بعد كده هروح لسي، وانا بتحرك لسي انا بتحرك لفوق، فمعناها ان انا ماشي عكس الجاذبية، فالسرعة عمالة تقل 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 لغاية عند بوزيشن سي السرعة تاني ترجع لزيرو. انا ممكن احل عن طريق الجزء ده بس. ايه هو؟ ان انا عارف ان السرعة عكس الهايت. يعني ايه عكس الهايت؟ يعني اقدر اقول هنا عند ايه، خلي بالك هو مين يعتبر الاورجن بتاعك؟ مين اقل بوزيشن؟ هو بوزيشن بي، فبوزيشن بي ده يعتبر الاورجن بتاعك. يعني يعتبر ها بعد الكرة عن بي يا مستر، ده والكرة عند بي هنا مثلا بعدها عن بي ايه؟ ده بعدها عن بي هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. طيب فالماكسيم هايت هيبقى فين؟ هيبقى عند سي، وهيبقى عند مين تاني؟ هيبقى عند ايه؟ فهنا الهايت يعتبر ماكسيمم، وهنا برضو الهايت بتاعك يعتبر ماكسيمم. من غير ما اعمل ده انا عارف ان طالما السرعه ماكسيمم هايت بزيرو، وعارف ان طالما السرعه زيرو هايت ماكسيمم. يبقى هنا تاني عايز اوضحه لك بس بشكل اوضح، اهو ادي البندلم بتاعي اهو اهو، فهنا قال لك ده بوزيشن A، ده بوزيشن B، وده بوزيشن C. انا يعتبر مين يا رجاله؟ الاورجن بتاعي. ها مين اقل بوزيشن هنا؟ ده كده يعتبر B، فB ده انا هعتبره الاورجن، يعني اعتبر ان ده الجراوند. طيب هات لي هنا الهايت، والله الهايت بتاع ايه؟ ده يعتبر الاتش بتاعتك تعتبر ماكسيم. طيب عند بي هات لي الهايت، لا والله ده الهايت بزيرو، لان بعد بي عن الاورجن بزيرو، مفيش بعد. طيب تعالى هنا نجيب الهايت، لا ده الهايت ده برضو يعتبر ايه؟ هنا الهايت برضو يعتبر ماكسيم. طيب يبقى ده هنا الكوره هتتحرك من A ل B، هتروح من B ل C، فهي بتوصل لاقصى ارتفاع وتقف، عشان كده بترد في ايه؟ عكس الاتجاه. يبقى هنا ده مهم، وزي ما اتفقنا ان السرعه عند ايه كانت ايكوال زيرو، السرعه عند بي كانت ماكسيمم، والسرعه عند سي كانت ايكوال زيرو، لان الاوبجكت ركز معايا بدا من الزيرو ها وهو نازل السرعه بتزيد لغايه عند بي توصل للماكسيمم عشان اتحركت في اتجاه الجاذبيه لتحت. بعد كده هروح تاني اتحرك لسي، فمعناها السرعه بعد ما وصلت ماكسيمم عند بي وانا رايح لسي انا بتحرك عكس اتجاه الجاذبيه، فالسرعه عماله تقل 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 لغايه عند سي السرعه توصل لزيرو. ده مهم جدا جدا جدا. مستر هو كان ايه السؤال؟ طالما انا اتكلمت عن الهايت والسرعه، اعرف بتكلم عن بوتنشال انرجي وكايناتيك انرجي. بمعنى هنا لو جيت قلت لك عند مثلا بوزيشن A، بما ان الاتش ماكسيمم فمعناها ان البوتنشال بتاعي هيبقى ماكسيمم. طيب بما ان السرعه بزيرو فمعناها ان الكايناتيك هيبقى بزيرو. الكلام ده عند A وهيكرر كمان عند C، ان هنا الاتش ماكسيمم فالبوتنشال بتاعك هيبقى ايكوال ماكسيمم، بما ان السرعه بزيرو فالكايناتيك هنا هيبقى بزيرو. طيب الكلام ده بيتعكس فين؟ بيتعكس عند بوزيشن B. فاكر لما كنت بقول لك التوب والجراوند بيبدلوا مع بعض؟ لو البوتنشال مثلا عند التوب ماكسيمم، الكاينتيك عند التوب بزيرو، فالكلام ده بيتعكس عند الجراوند، ساعتها البوتنشال ها البوتنشال هي اللي هتبقى بزيرو لان الهايت بزيرو، السرعه ماكسيمم فالكاينتيك هتبقى ماكسيمم. طيب هو قال لك ايه بقى؟ قال لك
على الجراف ده، يبقى الكلام ده شرحناه بالتفصيل اهو. يبقى هنا على الجراف ده بقى، على الجراف بيقول لك ها، السؤال بيقول ها وضح او درو ها on the next graph paper على الورقة دي the relation between ها h of potential energy و kinetic energy. تعالوا نوضح يا معلم. انا هنا عشان الدنيا تبقى ملمومة معنا كده، لو بدأنا الاول على position مثلا، او تعالى نتكلم اول عن البوتنشال، وانا رايح من A مرورا ب B وصولا ل C. طيب البوتنشال والله اهو، تعالى نعمل اهو البوتنشال عشان ما نتلخبطش. عند A البوتنشال كان ماكسيم، طيب عند B البوتنشال بزيرو، طيب عند C البوتنشال تاني رجع ماكسيم. يبقى البوتنشال ها عند A ماكسيم، عند B زيرو، عند C ماكسيم، يبقى ماكسيم زيرو ماكسيم. طيب تعالى نشوف الكاينتيك، اكيد اكيد الكلام ده هيتعكس. ليه؟ تعالى نبدا بايه برضو. الكاينتيك كانت بزيرو، لما رحت لبي الكاينتيك كانت ماكسيمم، لما رجعت تاني لسي الكاينتيك رجعت بزيرو. يبقى زي ما اتفقنا وزي ما قلنا الكلام ده وعدناه مع بعض كتير، ان البوتنشال والكاينتيك بيبدلوا مع بعض. هنا البوتنشال ماكسيم زيرو ماكسيمم، الكاينتيك لا زيرو ماكسيمم زيرو. فاتفقنا لو واحده ماكسيمم الثانيه بزيرو، واحده بزيرو الثانيه ماكسيمم، وهكذا. طب ما تيجي نوضح ده. تعالى نرسم الاول رسمه لمين يا معلم؟ تعالى نرسم رسمه مثلا للبوتنشال. نبدا بالبوتنشال ماكسيمم زيرو ماكسيمم. هنا اهو البوتنشال كانت ماكسيمم، رجعت للزيرو، رجعت تاني للماكسيمم، وتعالى نوصل ما بينهم. يبقى ده شكل التغير اللي بيحصل في البوتنشال انرجي. طيب تعالى نوضح التغير اللي بيحصل في الكاينتيك انرجي. الكاينتيك انرجي زيرو ماكسيمم زيرو، يبقى الكاينتيك انرجي في البدايه كانت بزيرو، بعدين وصلت للماكسيمم، بعدين رجعت تاني للزيرو، وتعالى نوصل ما بينهم اهو. يبقى ده التغير اللي بيحصل فين؟ في الكاينتيك. يبقى ده كده اللي باللون الموف ده، ده الكاينتيك. ها اللي باللون البلو او اللي هو البيبي بلو عشان الناس بتاعت ايجيبت وكده، ده البوتنشال انرجي. طيب يبقى ده كده التغير اللي بيحصل في البوتنشال والتغير اللي بيحصل في الكاينتيك. لكن هل الميكانيكال انرجي بتتغير ولا ثابته؟ الميكانيكال انرجي ثابته ايكوال الماكسيمم. يبقى هاجي هنا، هنا ده كده الماكسيمم فاليو، ده كده اللاين بتاع الميكانيكال انرجي، وده مهم جدا جدا جدا. الجراف ده شرحناه بالتفصيل. اول سؤال بيقول A car is moving on a banked circular road inclined on the horizontal at a certain angle. So the centripetal force acting on the car is due to. هنا اي فورس بتسبب ان الاوبجكت يلف في دايره او جزء من دايره بسميها centripetal force. طب في المثال ده مين نوع centripetal force؟ عندي حاجتين، عندي هنا component للفريكشن وعندي component للرياكشن. هنا الانسر بتاعتي هتبقى دي، the sum of the two horizontal components، ها واحد بالنسبة للرياكشن فورس وواحد بالنسبة للفريكشنال فورس. طيب تعال نشوف سؤال رقم اتنين. بيقول a truck of mass، هنا اداك الماس بتاعت التراك ب 4 by 10 power 3 كيلوغرام. يبقى سؤال رقم 2 نطلع كده الجيفن داتا على جنب. اول حاجه الماس ايكوال 4 by 10 power 3 كيلوغرام. طيب بيقول لك ها started its motion from rest، يبقى انا معناها ان انا معايا ان الفي انيشال ايكوال 0. ماشي. بيقول لي under ها the action of two forces، under the action of two forces يعني هنا التراك دي الماس بتاعتها 4 by 10 power 3 كيلوغرام، هتبدا الحركه بتاعتها من الثبات، بس كان في كام فورس بيأثروا عليها؟ كانوا اتنين. وخلي بالك هيقول لك ان الاتنين دول عكس بعض. عرفت منين؟ قال ان في واحده ها فورورد وواحده ثانيه هتبقى باكورد، وطالما عكس بعض لو عايز اجيب النت فورس هعمل ماينس الكبير ناقص الصغير. يبقى انت تاني الفورورد مديها لك بكام؟ الفورورد مديها لك ب 3 باي 10 باور 4، ادي الفورس الاولى. طب والباكورد مديها لك بكام؟ مديها لك ب 28 باي 10 باور 3، دي كده الفورس الثانيه. يبقى انا هنا عشان اجيب الريزلتنت فورس هقدر اقول ها 3 باي 10 باور 4 ده الكبير بالمناسبه، ماينس الصغير اللي هو 28 باي 10 باور 3. ما تقولش ازاي ده 3 وده 28 وده اكبر من ده، خلي بالك ده باي 10 باور 4 لكن ده باي 10 باور 3. يعمل الكلام ده على الاله عادي، يعمل ده ماينس ده على الاله. يبقى لما تعمل ده ماينس ده على الاله كده انا هطلع الريزلتنت ايه؟ الريزلتنت فورس. هو عايز ايه؟ بيقول لي so the displacement covered by the truck when it reaches a speed of 3 meter per second. واحده واحده. خلي بالك ان الفي انيشال ايكوال 0، الفي فاينل قال لي ان انا عايز اعرف المسافه اللي العربيه او التراك دي هتقطعها لما السرعه توصل ل 3 متر بير سكند، فدي تعتبر الفي فاينل. طيب وانا قلت هعمل ده ماينس ده اجيب ريزلتنت او النت فورس. هو عايز ايه؟ عايز يعرف المسافه بكام.
يبقى هنا لو عايز اجيب الديسبيسمنت بشتغل ايكويشنز اوف موشن، اشتغل بالاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. هنا طبعا لو انا عايز الديسبيسمنت ومعايا الفي فاينل فاقعد في ايكويشن رقم 3، يبقى الفي فاينل ايكوال ها الفي انيشال ها او الفي فاينل سكوير ايكوال في انيشال سكوير بلس 2 في الاي في الدي. لما اجي اعوض يبقى الفي فاينل سكوير ب 3 ما تنساش باور 2 ايكوال في انيشال سكوير سالكه بزيرو مش هنزلها، اتفضل التو رقم ثابت هنزله زي ما هو، الاكسلريشن معرفوش والمسافه كمان معرفوش. هنا بقى في مشكله، ايه هي؟ انا عايز الديسبيسمنت، فعشان اجيب الديسبيسمنت لازم الاول اجيب الاكسلريشن. طب اجيب الاكسلريشن يا مستر منين؟ ها بجيب الاكسلريشن من نيوتن سكند لو. ليه؟ لان معايا الريزلتنت فورس ومعايا الماس، يبقى هو الريزلتنت فورس ايكوال ماس باي اكسلريشن. الريزلتنت فورس 3 باي 10 باور 4 ماينس 28 باي 10 باور 3 في البراكت ايكوال الماس اللي هي عباره عن 4 باي 10 باور 3. الكلام ده كله مضروب في مين؟ في الاكسلريشن. عوض اقدر اطلع الاكسلريشن. طيب لما اجي اطلع الاكسلريشن هنا هعمل ده شيفت سولف، هتلاقي ان الاكسلريشن او خد ال 4 باي 10 باور 3 واديها الناحيه الثانيه بالديفايدد تحت البراكت ده كله، هتلاقي ان الاكسلريشن بتاعتك طلعت بهاف. الاكسلريشن بتاعتي هتطلع بهاف متر بير سكند سكوير. تعالى بقى نعوض هنا، المساله بقت سهله. يبقى 3 باور 2 اللي هو ب 9 ايكوال 2 باي الاكسلريشن انت مطلعها بهاف باي الديسبيسمنت. هتلاقي ان 2 باي هاف كنسلوا بعض، اتفضل ان الديسبيسمنت بتاعتك ايكوال كام يا معلم؟ ايكوال 9 متر. هتلاقي ان الانسر بتاعتي ايه. طيب بعد كده سؤال نمبر 3 وحلينا شبهه قبل كده مع بعض. السؤال بيقول ها the opposite figure show 3 balls x and y هو and z. هو هنا عايز ايه؟ بيقول لي انا عايز الريشيو ما بين الاتراكشن فورس، تعال نكبر كده، الاتراكشن فورس، الاتراكشن فورس ما بين x و y وما بين الاتراكشن فورس ما بين y و z. طيب تعال نحل كده، ايه قانون الاتراكشن اصلا؟ انا عارف ان الاتراكشن فورس ايكوال ها جي كبيره في الماس الاولى في الماس الثانيه على المسافه ما بينهم سكوير. فكل اللي انا هعمله هروح مره اجيب الاتراكشن ما بين اكس وواي، مره ثانيه هجيب الاتراكشن فورس ما بين واي وزد واعملهم ديفايد ببعض، لان هو عايز هنا ريشيو ما بين الاتراكشن فورس ما بين اكس وواي والاتراكشن فورس ما بين واي وزد. فهنا تعال نعوض على طول، تعال نعوض كده في الجزء ده. اول حاجه في سؤال رقم 3 انا هجيب الاول اتراكشن فورس ما بين اكس وواي. تعال نعوض يا معلم، ايه هي الاتراكشن فورس؟ ايه القانون بتاعها؟ ها جي كبيره في الماس الاولى اللي هي ماس اكس في الماس الثانيه اللي هي ماس واي. تعال نشوف على الرسمه، ماس اكس والله هو مسميها 4 ام، ماس واي هو مسميها ام. طيب يبقى هنا هقول 4 ام اللي هي ماس اكس مضروبه في ام اللي هي الماس بتاعت واي. طيب على اوعى تنسى البراكت، المسافه ما بينهم سكوير. المسافه باخدها من اللي منين؟ من السنتر للسنتر. ادي السنتر بتاع اكس، ادي السنتر بتاع واي. المسافه من السنتر للسنتر كم ار يا معلم؟ 2 ار. يبقى في البراكت ده احط 2 ار. يبقى هنا الاتراكشن فورس ما بين اكس وواي ايكوال، تعالى بقى على الهادي، الجي الكبيره نزلتها زي ما هي، 4m باي m يعني تعتبر ها 4m سكوير ديفايدد. خلي بالك السكوير ده على البراكت كله، يعني ده 2 باور 2 في r باور 2، 2 باور 2 ب 4، r باور 2 هتنزل زي ما هي r باور 2. هتلاقي ان ال 4 كنسلت ال 4. يبقى هنا الاتراكشن فورس ما بين اكس واي ايكوال ايه؟ جي كبيره في m سكوير على المسافه او على ال r سكوير. ده كده بالنسبه للاتراكشن فورس ما بين اكس واي. بنفس الطريقه هروح اجيب الاتراكشن فورس ما بين واي وزد. تعال نجيبها في الجزء ده كده، هتقول لي الاتراكشن فورس ما بين واي وزد ايكوال ها جي كبيره في الماس الاولى في الماس الثانيه على المسافه ما بينهم سكوير. طب تعال نشوف مين الماس الاولى، الماس بتاعت واي، ها مين الماس الثانيه، الماس بتاعت زد. الماس بتاعت واي هو مسميها ام اهو ام باي، الماس بتاعت زد هو مسميها 2m، ادي 2m على المسافه ما بين واي وزد سكوير. المسافه من سنتر للسنتر، ادي سنتر واي، ادي سنتر زد، المسافه ما بينهم مديها لك مسميها ار. طيب تعالى كده نعوض، يبقى الاتراكشن فورس ما بين واي وزد ايكوال ايه؟ هتقول لي جي كبيره هتنزل زي ما هي، هتقول لي ام في 2m عباره عن 2m سكوير. انا بكتب بس الاثنين بره عشان يبقى الارقام بره وبعد كده الرموز ورا بعض، مش فارقه في حاجه. يعني لما اقول مثلا جي في 2 ام سكوير او 2 جي في ام سكوير هي هي، ما عملتش حاجه والله، على ار سكوير، ادي الار سكوير.
هو بقى عايز ايه يا معلم؟ ها هو عايز ريشيو ما بين الاتراكشن فورس ما بين اكس وواي اللي انت جبته ده وما بين الاتراكشن فورس ما بين واي وزد اللي انت جبته هنا. عايز يعمل ده ديفايدد ده. بمجرد النظر واضح جدا ان ده هو نص ده في الريشيو بهاف. عرفت منين؟ ده جي ام سكوير على ار سكوير، لكن ده 2 جي ام سكوير على ار سكوير، فواضح جدا ان ده نص ده، فالريشيو بتاعتك هتبقى هاف. لما اعمل ده ديفايدد ده تطلع هاف. بعد كده سؤال نمبر 4 بيقول يا جماعه حل الامتحانات زي ما اتفقنا مهم جدا جدا جدا، ده هيفرق معاك ان شاء الله. حل الامتحانات مهم جدا. سؤال نمبر 4 السؤال بيقول an object of mass 1 kilogram falls from a height of 180 meter above the ground. ماشي، خلي بالك دي مسألة free fall. ها هنا قال لي falls from a height، ده هنا ال v initial equal 0. ال height ده بكام؟ ده المسافة ال object هيتحركها، ده displacement ب 180 متر above the ground. بيقول لك so its momentum at the moment of the impact with the ground equals. هو عايز يحسب المومنتوم لحظة تصادم الكرة دي بالأرض. يعني لو جيت قلت لك اهو دي الكوره ده الاوبجكت الفي انيشال كانت ايكوال 0 هيقع من ارتفاع 100 متر ها فروم ذا جراوند، يعني دي كده تحت دي مين؟ الجراوند. طب واحده واحده، هو عايز المومنتوم فين؟ في اللحظه اللي الكوره دي هتوصل فيها للارض، في اللحظه اللي الكوره هتبقى سرعتها بسميها في فاينل، والفي فاينل انا ما اعرفهاش بس متاكد ان هي هتبقى ماكسيم لان ده مساله فري فول، وانا نازل بتحرك في نفس اتجاه الجاذبيه، فالسرعه بتزيد، فالسرعه عماله تزيد 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 لغايه لحظه اصطدام الاوبجكت بتاعي بالارض، السرعه بتبقى ماكسيم وبسميها في فاينل. هو عايز المومنتوم هنا، ففي قانون المومنتوم لازم اعوض بالفي فاينل. يبقى هنا هقول ان المومنتوم ايكوال ماس باي فيلوستي، وانهي فيلوستي تحديدا؟ الفي فاينل، لان هو عايز الفاينل مومنتوم، عايز المومنتوم في نهايه الحركه او لحظه اصطدام الاوبجكت بالارض. لما اجي اعوض يبقى المومنتوم ايكوال الماس مديها لك ب1 باي، يبقى كده انت عطلان على مين؟ انت عطلان على الفي فاينل. اجيب الفي فاينل منين يا مستر؟ اتعودنا ايكويشنز اوف موشن. ها انهي ايكويشن؟ لو انا معايا displacement فعوض في equation رقم 3، يبقى هقول اهو يبقى ال v final square ها equal ال v initial square plus 2 a ولا g؟ g في ال d. ليه في ال g؟ لان دي مسألة free fall، فلو بيأثر على الobject وهو نازل اللي بيزود سرعته هي acceleration due to gravity. لما اجي اروح اعوض ال v initial دي سالكة بزيرو، يبقى ال v final square equal التو رقم ثابت هنزله زي ما هو، ال gravity عوض عنها ب 10، ال displacement ب 180. هنا لو خدت بالك عايز اشيل السكوير عشان اجيب الفي فاينل، فهحط الناحيه الثانيه روت. فلما احط الناحيه الثانيه روت هلاقي ان الفي فاينل الكلام ده على الاله طلع بكام؟ طلع ب 60 متر بير سكند. روح عوض بيها فوق مكان ما كنت عطلان، يبقى انا كنت عطلان على الفي فاينل جبتها عوض بيها مكانها، يبقى الفي فاينل بكام؟ ب 60. يبقى المومنتوم 1 باي 60، فالانسر بتاعتك هتطلع ب 60، اليونت بتاعت المومنتوم كيلوغرام متر بير سكند. ده انهي تشويس بقى؟ ده تشويس A. طيب بعد كده تعال نشوف بقى سؤال نمبر 5. ها سؤال نمبر 5 بيقول، السؤال ده برضه عملناه قبل كده، سؤال رقم 5 بيقول the object graph هو هنا راسم ما بين ايه وايه؟ ما بين الفورس وما بين الديسبيسمنت. هو عايز ايه؟ بيقول لك work done by this force ها on the body to cover a displacement of 5 meter. هو عايز الورك، اتعودنا ان الورك ايكوال فورس باي ديسبيسمنت باي كوساين الثيتا. كوساين الثيتا هنا مش هنزلها ليه؟ لو انت خدت بالك بيقول لك ان نت فورس اف دي اكتنج اون بادي موفينج ان ا سيرتن دايركشن ان ذا ديسبيسمنت دي كفرد باي ذا بادي ان ذا دايركشن اوف ذا فورس. يعني بيقول لك ان الديسبيسمنت هي ان ذا سيم دايركشن اوف ذا فورس، في نفس اتجاه الفورس. فكوساين الثيتا ساعتها هتبقى بكام؟ الثيتا هتبقى بزيرو، كوساين الثيتا هتبقى بواحد، فكاني بقول اف واي دي باي 1، فمش هكتبها. الكلام ده قلنا كتير وتعودنا عليه مع بعض. تعال نعوض الفورس بكام من على الرسمه. الفورس والله يا مستر قيمتها ثابته ب 15، يبقى هنا الفورس اعوض عنها بكام؟ ب 15 باي الديسبيسمنت. هو عايز هنا الديسبيسمنت بكام؟ الديسبيسمنت ب 5، اروح اعمل ده يطلع ب 75 جول. الانسر بتاعتي هتبقى انهي بقى؟ هتبقى انسر دي. بعد كده بيقول لك التنس بول اند ا بولينج بول هاف فولن توجذر فروم ذا سيم هايت in a vacated chamber. ماشي، بيقول لك so when they reach half the vertical height they will have the same aim. لما الاثنين، يعني تخيل كده دي مثلا التنس بول اي حاجه ودي كده البولينج بول، ماشي، الاثنين هيقعوا من نفس الارتفاع في نفس اللحظه. ها هنا قال لي have fallen together، هيقعوا مع بعض ها from the same height. ماشي، انا اعتبر مثلا تحت دي الجراوند اي حاجه. ركز بقى معايا،
لما يوصلوا لنص الماكسيم هايت، يعني دي كده هتوصل هنا نص الماكسيم هايت، ودي هتوصل لما تيجي برضو توصل لنص الماكسيم هايت، يبقى انا هعتبر ان ده كده نص الماكسيمم هايت، المسافة دي تعتبر نص الماكسيمم هايت. بيقول لك بقى في اللحظة اللي دي هتوصل فيها لنص الماكسيمم هايت اللي هي التنس بول، ولما البولينج بول برضو توصل لنص الماكسيمم هايت، الاتنين هيكون عندهم نفس ايه؟ الاتنين هيكونوا متساويين في ايه؟ الاتنين هيكونوا متساويين في السرعة. ليه؟ أول حاجة هنا الفي انيشال بزيرو، هنا برضو الفي انيشال بزيرو. طب مسألة فري فول، والكرة دي نازلة مين بيأثر عليها؟ الجرافيتي هي اللي بتزود سرعتها بريت ثابت اللي هو 10 متر بير سكند سكوير. طيب ودي برضو هنا مسألة فري فول وهي نازلة، مين اللي بيزود سرعتها؟ برضو الجرافيتي، اكسلريشن ديو تو جرافيتي، السرعة بتزيد بريت ثابت اللي هو 10 متر بير سكند سكوير، فالاتنين لما يوصلوا لنفس البوزيشن هيبقى عندهم نفس السرعة. يبقى هنا الإجابة بتاعتي هتبقى سبيد. ركز بقى في اللي جاية دي. مستر أنا خلاص هختار السبيد، أنا مصدقك. طيب ليه ما اخترتش بوتنشال انرجي؟ مع انه مستر ان المسافه دي للارض، الهايت ده للارض، هو الهايت ده للارض، ليه ما اخترتش البوتنشال انرجي؟ تعال نكتب قانون البوتنشال انرجي. بوتنشال انرجي ايكوال ام جي اتش، انا مصدقك الهايت ده هو الهايت ده، والجرافيتي هي الجرافيتي، بس انا ايش عرفني ان الماس هي الماس؟ اكيد تنس بول وبولينج بول مش منطقي ان الماس تبقى ايه؟ الماس تبقى ثابته. يبقى هنا عشان كده ما اخترتش ان هما ليهم نفس البوتنشال انرجي. ليه؟ عشان البوتنشال انرجي بيدبند على الماس. طيب نفس الفكره، عشان كده برضو ما اخترتش الكاينيتك انرجي، لان القانون بتاع الكاينيتك انرجي ها ايكوال هاف ام في سكوير. مستر انت قلت لي الاثنين هيبقى في البوزيشن ده عندهم نفس السبيد، فالفي سكوير ثابت ماشي، والهاف رقم ثابت. مين قال لك بقى ان الماس بتاعه التنس بول هي الماس بتاعه البولينج بول؟ فبالتالي طالما الماس مش ايكوال الماس، يبقى الكاينيتك مش ايكوال الكاينيتك، يبقى الماس ده فاكتور بيأثر في البوتنشال، وده فاكتور برضو الماس فاكتور بيأثر في الكاينيتك، عشان كده لا اخترت لا بوتنشال ولا كاينيتك. طيب بعد كده، طب وليه يا مستر ما اخترتش ميكانيكال انرجي؟ مش انت حضرتك بتقول ميكانيكال انرجي ثابته؟ هي ثابته لنفس الاوبجكت، لكن هنا انا بقارن ما بين تو اوبجكتس مختلفين بماسز مختلفين. يعني انت بتقول لي ايه؟ ان الميكانيكال انرجي هي ايكوال ايه؟ البوتنشال بلس الكاينتك. انا مش قادر اقول ان عند البوزيشن ده ها وعند البوزيشن ده، هقول ان البوتنشال بالنسبه للتنس هي البوتنشال بالنسبه للبولينج. نفس الكلام مش قادر اقول ان الكاينتك بالنسبه للتنس هي الكاينتك بالنسبه للبولينج. ليه؟ لان الماسز مختلفه. فبالتالي ما اقدرش ان اقول ان الميكانيكال بتاعه التنس هي الميكانيكال بتاعه البولينج. يبقى الميكانيكال ثابته لنفس الاوبجكت عند اي بوزيشن، لكن هنا انا عندي تو اوبجكتس ايه مختلفين بمسز مختلفه. فالاجابه بتاعتك بالتفصيل اهو، فهمتك ليه هتبقى سبيد. بعد كده سؤال نمبر 7 بيقول لي a body of mass m ها rotates with a constant linear velocity in a uniform circular bus of radius r، بيقول لك ها such that it completes one cycle in a time of interval t. ماشي ده كلام منطقي، هو عايز ايه؟ بيقول لك if the centripetal force، بص بقى لو centripetal force acting on this body gets quartered، لو ال centripetal force دي قلت الربع، ايه اللي يحصل للبريودك تايم؟ واحده واحده، كان في قانون استنتجناه قبل كده مع بعض ان centripetal force ها هي equal ايه؟ ها لو انت فاكر 4m باي سكوير في الار على التي سكوير. طيب هفكرك جه منين؟ هفكرك بس تعالى الاول بس نشوف العلاقه ما بين السنتريبتال فورس وما بين التي سكوير، العلاقه ما بينهم انفرس عكس بعض. يعني معناها لو السنتريبتال فورس زي ما هو ما قال السنتريبتال فورس قلت الربع، معناها ان التي سكوير على بعضها هتزيد اربع مرات لان العلاقه ما بينهم انفرس. فلو التي سكوير، ركز بقى معايا، لو التي سكوير ها زادت اربع مرات، يبقى التي لوحدها هتزيد كم مره؟ هتقول لي يا مستر عايز اشيل سكوير احط الناحيه الثانيه روت. طب روت الفور بكام؟ بتو. يعني معناها ان البريودك تايم هيزيد مرتين. فلو هو في البدايه كان قايل ان البريودك تايم كان اسمه تي هيزيد مرتين، هيبقى اسمه كام تي؟ الاجابه بتاعتي هتبقى سي. الاجابه بتاعتي هتبقى سي. القانون ده احنا استنتجناه، خلي بالك دي باي سكوير ها، القانون ده احنا استنتجناه مع بعض قبل كده وتعالى استنتجه لك تاني. منين ان السنتريبتال فورس هي 4m باي سكوير في ار على التي سكوير؟ تعالى نشوف يا معلم على الهادي. يبقى كده حلينا المساله، هفكرك بس القانون ده استنتجناه قبل كده هفكرك بيه تاني. انت عارف ان الفورس ها هي ايكوال ايه؟ سنتريبتال فورس هي ام في سكوير ها ام في سكوير على ار. يبقى انا المفروض هنا كتبت الام فوق وكتبت الار تحت، فاضل لك مين؟ الفي سكوير. ها طب الفي سكوير هي الفي ايكوال ايه؟ 2 باي ار على تي. طب تعالى نفك، يبقى تقول الاف ايكوال ام على ار، دول بره البراكت ما لهمش دعوه بالسكوير.
خلي بالك بقى البراكت ده اللي جواه كله باور 2، فتعال نشوف 2 باور 2 بكام؟ ب 4. باي باور 2 بايه؟ باي سكوير. ار باور 2 بار سكوير. في تحت تي باور 2 فهيبقى تحت تي سكوير. لو انت خدت بالك هتقول ار سكوير على ار يتفضل فوق ار، يبقى هنا هتبقى ام وادي 4 وادي باي سكوير وادي ار اللي هي ار سكوير على ار، وفي تحت تي سكوير. انا بس لما كتبت القانون وحليت بيه انا كنت بس مرتب، يعني مطلع الرقم ده بره، كتبته في الاول مش فارقه معاك. يبقى هنا 4 ام ها باي سكوير في الار على التي سكوير، ده قانون بالنسبه للسنتريبتال فورس، عشان اوضح العلاقه ما بين السنتريبتال فورس وما بين البريوديك تايم سكوير. فالعلاقه ما بين السنتريبتال فورس والبريوديك تايم سكوير العلاقه ما بينهم انفرس. كنا عملنا برضو في اول فيديو، فهنا في اول امتحان اكزام نمبر 1 كان سؤال رقم 6، كنت برضو هنا دخلت قانون السنتريبتال او دخلت قانون الفي جوه قانون السنتريبتال فورس. سؤال رقم 6 كنت مدخل قانون الفي جوه قانون السنتريبتال اكسلريشن، نفس الفكره يعني. الفرق ان في قانون السنتريبتال فورس الماس بتزيد، يبقى انت خليك صايع اهو. القانون اللي انا حليت بيه سؤال رقم 6 كتبت كده ها 4 باي سكوير في ار على البريوديك تايم سكوير، ده قانون سنتريبتال اكسلريشن لما دخلت الفي جوه قانون سنتريبتال اكسلريشن. طب لما دخل قانون الفي جوه قانون سنتريبتال فورس ها زي ما عملت في المساله هنا، ايه اللي هيزيد؟ والله هكتب ده زي ما هو اهو، ادي 4 وادي باي سكوير في الار على التي سكوير. مين بس اللي انا هزوده؟ ها مين اللي بيفرق في الفورس عن الاكسلريشن؟ الماس. يبقى ده كده قانون سنتريبتال اكسلريشن وده كده قانون سنتريبتال فورس. ما عملتش حاجة، خدت قانون سنتريبتال اكسلريشن زي ما هو بس زودت الماس. ليه؟ عشان انا عارف لما اقول الماس باي الاكسلريشن ده يديك مين يا معلم؟ ده يديك الفورس. طيب ادينا بنذاكر مع بعض، تعالى بعد كده بقى نخش على سؤال نمبر 8. سؤال نمبر 8 ده تعودنا عليه كتير تاني، ده سؤال على الفكره بتاعت الميكانيكال انرجي، ان الميكانيكال انرجي عند اي بوزيشن هي ثابته، فبالتالي مجموع البوتنشال ها والكاينتيك عند بوزيشن 1 ايكوال مجموع البوتنشال والكاينتيك عند بوزيشن 2. عندي هنا هايت 1 هايت 2 في 1 في 2، عندي اربع حاجات هيديك منهم ثلاثة ويسالك عن الرابعه. اهو تعويض مباشر، وتعالى واحده واحده على الهادي نمسح ده كده ونستغفر ربنا وايه ونتوب عشان ربنا يكرمنا. تعالى نشوف يا معلم سؤال نمبر 8 بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر هنا في كوره بتتزحلق من بوزيشن A هتروح لبوزيشن B. بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر ا بول اوف ماس M ها سلايدز فروم ريست ات بوزيشن A. واحده واحده، كلمه فروم ريست دي يعني معناها ان انا عند بوزيشن A معناها ان السرعه عند A كانت بزيرو، فمعناها ان الكاينتيك كمان عند A بكام؟ بزيرو. انا هعتبر ان ده كده بوزيشن A هعتبره البوزيشن الاول، وبوزيشن B هعتبره البوزيشن الثاني، مش فارق A وB او 1 و2. فانا كده عند بوزيشن 1 السرعه بزيرو والكاينتيك بكام؟ بزيرو. ماشي. بيقول ها اون فريكشن ليس سيرفس، بيقول لك اف ذا سبيد اوف ذا بول ات بوزيشن B ريتش 5 متر بير سكند. هنا بيقول لك عند B يعني هو مديك السرعه عند البوزيشن الثاني ب 5 متر بير سكند. طيب السؤال بيقول ذا هايت اتش اوف بوزيشن B above the ground، هو عايز المسافه دي، عايز هنا المسافه دي مسميها اتش اللي هي تعتبر الهايت بتاع البوزيشن الثاني. وخلي بالك من على الرسمه مديك الهايت بتاع البوزيشن الاول من على الرسمه اهو بكام يا معلم؟ ب 7.5 متر. واحده واحده تعالى كده واحده واحده عشان ما نتوهش نشوف ايه الجيفن اللي معانا. اول حاجه عند بوزيشن 1 ها قال لي كلمه فروم ريست في السرعه بزيرو، فبالتالي كاينتيك انرجي 1 بكام؟ بزيرو. طيب قال لي ان السرعه عند البوزيشن الثاني اللي هو ب 5 متر بير سكند، قال لك ان هايت 1 هايت 1 هايت 1 على البورد بكام؟ ب 7.5 متر، وهو عايز هايت 2. يبقى هنا زي ما اتفقنا عندنا كام حاجه يا رجاله؟ ها عندي في 1 عندي في 2 عندي اتش 1 وعندي اتش 2. اتفقنا ان هو هيديك 3، اداك في 1 واداك في 2 واداك اتش 1، وبيسالك عن الحاجه الرابعه اللي هي اتش 2. تعالى نكتب اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي، ايه هو بقى؟ ها البوتنشال بلس الكاينتيك ايكوال ها البوتنشال بلس الكاينتيك. بس في حاجه هنا بوتنشال 1 كاينتيك 1، هنا بوتنشال 2 كاينتيك 2. تعالى نعوض تعويض مباشر، بس الاول انا عارف ان كاينتيك 1 كده كده هتبقى بكام؟ بزيرو، لان في 1 بكام؟ بزيرو. جامد. تعالى بقى نعوض. لما اجي اعوض هنا، لما اجي اعوض ايه قانون البوتنشال؟ اي بوتنشال ام جي اتش بوتنشال 1 اتش 1 ايكوال هنزلها زي ما هي، اي بوتنشال ام جي اتش هنا عشان بوتنشال 2 فتبقى اتش 2 بلس اي كاينتيك هاف ام في سكوير، وعشان ده كاينتيك 2 فدي هتبقى في 2. وتعالى نعوض مستر، هنا معيش الماس، اعرف احل؟ اه اعرف احل، مش فارق معايا. ليه؟ لان الماس بتاعت الكوره اللي هي بتسلايد اهي، الكوره دي الماس بتاعتها ثابته،
فبالتالي كمان هتلاقي ان الكوره او هتلاقي ان الماس مكرره في الليفت هاند سايد وكمان مكرره في الرايت هاند سايد، فالماس هتكنسل الماس هتكنسل الماس، اروح على تعويض مباشر. طمني بس كده الجرافيتي قال لك ان هي بكام؟ اه قال لك ان هي ب 10، ساعات بيبقى لك ان هي ب 9.8 فساعتها لازم اقعد ب 9.8، هنا قال ب 10 هقعد ب 10، طب لو ما قالش بقعد ب 10. يبقى الجرافيتي ب 10 باي هايت 1 يا اسطى اللي هي ب 7.5 ايكوال الجرافيتي ب 10 باي هايت 2 اللي هو مسميه اتش انا ما اعرفوش عايز اجيبه، بلس اللي هو في رقم ثابت هنزله زي ما هو باي في 2 سكوير. خلي بالك ال في 2 هو قال لك ان هي ب 5 ها، بس اوعى تنسى السكوير، فدي هتبقى 5 سكوير. الحمد لله وصلنا ل 1 ايكويشن 1 انون، الانون الوحيد عندي اللي هو الاتش، شيفت سولف على الاله اروح اطلع الاتش. لما اجي اعمل ده على الاله هلاقي ان الاتش بتاعتك طلعت 6.5 6.5 متر، انسر A. طيب تعالى بعد كده نشوف بقى المساله دي. اه دي المساله بتاعت البولي او البكره. ها لو انا عايز اجيب الاكسلريشن على طول، فاكر ها كنت بقول لك الاكسلريشن ايكوال ها الويت الكبير ماينس الويت الصغير على مجموع الماسز، الويت الكبير ناقص الويت الصغير على مجموع الماسز. طيب الويت الكبير بكام؟ تعال نشوف هنا الماس الكبيره ب 7 وزنها بكام. انا عارف ان اي ويت هو ماس باي جرافيتي، فالماس ب 7 والجرافيتي ب 10، ف 7 باي 10 بكام؟ ب 70. يبقى هنا اقدر اقول الويت الكبير ممكن اسميه ويت 1 ب 70 نيوتن. بنفس الطريقه بالظبط على فكره، اي ويت هو فيرتيكال داون وورد، اي ويت هو فيرتيكال داون وورد. فلو عايز اجيب وزن ال 5 كيلو جرام ها يبقى الوزن ايكوال ايه؟ هسميها ويت 2. اي ويت هو ماس باي جرافيتي، هنا عملت 7 باي 10، هنا هعمل 5 باي 10. الام ب 5 والجرافيتي ب 10، 5 باي 10 بكام؟ ب 50 واليونت بتاعتك نيوتن. فعشان تنجز حالك الاكسلريشن عملنا الكلام ده كتير ها، وقلنا ده جه منين؟ الاكسلريشن ايكوال الويت الكبير ناقص الويت الصغير على مجموع الماسز. تعال نعوض يا معلم، الويت الكبير بكام؟ ب 70 ماينس الويت الصغير بكام؟ ب 50 على مجموع الماسز اللي هو 7 بلس 5. اروح اعمل الكلام ده على الاله، اليونت بتاعتك او الرقم بتاعك يطلع 1.67 واليونت بتاعتك متر بير سكند سكوير، وهتلاقي الانسر بتاعتك سي. هنا في الاختيارات بص كده مكتوب A B ودي مكررة B تاني، دي المفروض C، الإجابة بتاعتك هتبقى C. مش مهم، المهم الرقم اللي احنا طلعناه الانسر 1.67 متر بير سكند سكوير، وده كان بالنسبة لسؤال نمبر 9. تعال بعد كده نشوف سؤال بقى نمبر 10. سؤال نمبر 10 سؤال سهل، بيقول لي هنا عايز اوضح العلاقة ما بين البوتنشال انرجي والهايت. طيب البوتنشال انرجي والهايت اكيد العلاقه دايركت، يبقى هنا هختار دايركت ان العلاقه بتاعتي بي او دي، اسف القانون البوتنشال انرجي ايكوال ام جي اتش، فاحنا متعودين البوتنشال زيه زي مين يا رجاله؟ الهايت دايركت معايا. طيب بعد كده سؤال نمبر 11. سؤال نمبر 11 بيقول the direction of the orbital speed of a satellite that orbits the earth makes an angle cam with the direction of the gravitational force of the earth. واحده واحده، هو بيسأل هنا على اتجاه ال V ها واتجاه الجرافيتيشنال فورس عاملين مع بعض انجل كام. طيب انا عارف ان القمر الصناعي ده بيلف حوالين الارض في سيركولار باث، فالفورس في حاله السيركولار موشن بسميها سنتريبتال فورس. يعني مين اللي بيشد القمر الصناعي ناحيه السنتر بتاع الايرث؟ مين السنتريبتال فورس؟ هي قوه الجاذبيه. يبقى تاني سنتريبتال فورس هنا هي الجرافيتيشنال فورس. طب انا عارف بشكل عام في السيركولار موشن ها انا ببقى عارف ان السنتريبتال فورس لو ده مثلا اتجاه السنتريبتال فورس اللي هي الجرافيتيشنال في المثال ده، دي الفورس اللي بتشد القمر الصناعي ناحيه السنتر بتاع الايرث اللي هي الجرافيتيشنال فورس، هي السنتريبتال فورس. طيب لو ده اتجاه السنتريبتال فورس يبقى فين اتجاه الموشن؟ على طول اتجاه الموشن هيبقى بيربنديكولار، فمعناها ان الانجل ما بينهم بكام؟ الانجل ما بينهم الثيتا ايكوال 90. ده انهي تشويس؟ يبقى في السيركولار موشن على طول احنا متعودين ان الفورس والموشن اللي هو اتجاه الفي على طول بيربنديكولار، فدي انهي اجابه؟ هتلاقي الاجابه بتاعتك سي. طيب بعد كده ننط بقى على سؤال نمبر 12، والسؤال بيقول the following graphs ها represents the change of the net force. هنا وضح العلاقه ما بين الفورس وما بين التايم. خلي بالك انترفال A ها الفورس بتزيد، انترفال B الفورس ثابته، انترفال C الفورس بتقل، انترفال D الفورس ثابته وتحديدا ايكوال 0، لان انا هنا انترفال D مرسومه على الاكس اكسس. يعني خلي بالك عند انترفال اهو، عند انترفال D والله الفورس ايكوال 0. طيب تعال نشوفه عايز ايه. بيقول لي acting الفورس دي ها acting on body of mass 1 kilogram within 10 seconds. ماشي بيتكلم عن جراف بشكل عام، هو عايز ايه بقى؟ in which time interval، في انهي interval من دول؟ the body has a constant speed
واحدة واحدة كده. طالما السرعة ثابتة، طالما السرعة ايكوال كونست، طالما السرعة ثابتة فمعناها الاكسلريشن بزيرو، وطالما الاكسلريشن بزيرو يبقى الفورس هي كمان بكام؟ بزيرو. طب الفورس بزيرو ده بيتحقق في انهي انترفال؟ ده بيتحقق في انترفال دي. الانسر بتاعتي دي اللي هي انترفال دي. طيب بعد كده سؤال نمبر 13 بيقول ها if the moon completes one rotation around the earth كل كام يوم بقى 27.3 days. يبقى ده كده يا معلم يعتبر البريوديك تايم. بيقول لك ان القمر بياخد الوقت ده عشان يعمل لفة كاملة ها حوالين الارث. بيقول لك what's او so what's ها the height of the moon above the earth's surface. ركز بقى معي، خلي بالك ان هو هنا ها هو هنا مديك بريوديك تايم. طب وبيسأل عن ايه؟ بيسأل عن height. واحدة واحدة انا عارف في ايه تاني جدهوني جيفن هنا. خلي بالك اداك الريديوس بتاع الارث ماشي كده كده الجي كبيره ثابته، واداك الماس الكبيره بتاعت الارث، ده هيفرق معايا. طيب عشان هنا اطلع الهايت اعمل ايه؟ هو الهايت ده كان جوه انهي قانون؟ تعالى نفتكر. لو انا جيت قلت لك هعتبر ان دي الارث، هعتبر ان دي الارث اهو، واعتبر ان ده كده القمر الصناعي، والقمر الصناعي ده بيلف حوالين الارث في اوربت معين. ركز بقى معايا اهو. طيب خلي بالك المسافة من السنتر بتاع القمر الصناعي للسنتر بتاع الإيرث، المسافة دي بنسميها R الصغيرة، المسافة من السنتر للسنتر، أو لو فاكر هأكدنا الكلام ده كتير بنسميها الأوربيتال ريديس. يعني إيه الأوربيتال ريديس يا مستر؟ يعني ده الريديس بتاع المسار الدائري اللي الستلايت بيلف فيه. في دايرة أهي بره باللون الأحمر، ده الريديس بتاعها. طيب إيكوال، خلي بالك المسافة دي كلها ممكن أقسمها لكم مسافة؟ ممكن أقسمها لمسافتين. المسافة الجزء ده كده الأول، ده كده يعتبر الريديس بتاع الإرث ها، بلس بعد القمر الصناعي عن السيرفس بتاع الإرث اللي هي المسافة دي كده، دي بسميها إتش. فساعتها الأوربيتال ريديس هو ريديس الإرث بلس مين؟ بلس الإتش. طب واحدة واحدة، هو عايز إيه؟ هو عايز يعرف الإتش دي بكام. كل اللي انا هعمله هعوض في انهي قانون؟ القانون اللي بيربط ما بين البريوديك تايم وما بين الاوربيتال ريديس. ليه؟ لان الهايت جوه الاوربيتال ريديس. القانون ده اللي كان بيقول ان البريوديك تايم سكوير دايركت مع الاوربيتال ريديس كيوب. تعالى نفتكر ها، تعالى نكتب القانون هنا مثلا ها، بقول ان التي سكوير كانت ايكوال ها 4 باي سكوير في الار كيوب على الجي الكبيره في الماس الكبير. بريوديك تايم معاك فور رقم ثابت، باي رقم ثابت، جي كبيره رقم ثابت، الماس الكبيره رقم ثابت مديهولك. عشان كده انا سالته هو مديك مين؟ يبقى هنا الماس الكبيره هو مديها لك اللي هي الماس بتاعه الارث، فبالتالي مديك كل حاجه ما عدا مين؟ ما عدا الاوربيتال ريديس. والاوربيتال ريديس ده هفكه ها، الاوربيتال ريديس ده هفكه للريديس الارث اللي هو مديهولك بلس الهايت اللي هو بيسالك عنه. يعني اقدر كده اكتب تاني الكويشن، هتبقى طويله شويه بس ما فيش حاجه صح. يبقى تي سكوير اهو ايكوال 4 باي سكوير، خلي بالك بفتح براكت والبراكت ده باور 3 ديفايدد. يبقى هنا هفتح براكت، البراكت ده احط فيها مستر الاوربيتال ريديس، الاوربيتال ريديس اللي هو ريديس الارث بلس الهايت، او ريديس الارث بلس الهايت، الكلام ده كله ديفايدد جي الكبيره في الماس الكبيره، واروح اعوض تعويض مباشر. هتبقى عندي 1 ايكويشن 1 انون، مين الانون بتاعي؟ الاتش اللي هو عايزه. طيب هنا لما اجي اعوض، تعالى بقى نعوض التي سكوير، قال لي ان التي اهو ادي التي بعمل براكت سكوير. طب نكبر البراكت شويه عشان هيبقى فيه تحويله. ايه هي البريوديك تايم؟ قال لك ان هو 27.3 بس ده كان داي، انا ما بشتغلش بريوديك تايم بالداي، بشتغل بالسكند. طيب زي ما عملناها من شويه ها، هو اليوم فيه كام ساعه؟ 24. الساعه فيها كام دقيقه؟ 60. ها الدقيقه فيها كام ثانيه؟ 60. يبقى دي التحويله، بحول من داي لاور، من اور لمينت، ومن مينت لسكند. ايكوال ها الفور هنزلها زي ما هي، الباي ب 22 اوفر 7، بس خلي بالك دي باي ولا باي سكوير؟ باي سكوير، يبقى 22 اوفر 7 سكوير. باي بفتح براكت، الريديوس بتاع الارث مدهولك بكام في السؤال؟ اهو مدهولك ب 6400 كيلو متر. يبقى هنا هقول 6400 بس هقول باي 10 باور 3. ليه؟ عشان لازم احول من كيلو متر لمتر، ان انا بضرب في 1000 10 باور 3. يبقى ده كده الريديس بتاع الارث على هادي خالص اهو بلس الاتش، هي دي بلس الاتش اللي انا عايزها. الكلام ده كله اول باور 3 ديفايدد الجي الكبيره 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 11 في الماس الكبيره اللي هو مديها لك بكام بقى في السؤال؟ الماس بتاعه الارث مديها لك ب 6 باي 10 باور 24، 6 باي 10 باور 24 ايكويشن كبيره
اثبت ماشي ايكويشن كبيرة بس هعملها على الآلة شيفت سولف على طول اطلع الاتش. يبقى دي الايكويشن دي كلها المفروض، عشان كده انا معودك من زمان حتى من الترم الاول على حتة شيفت سولف. يعني ده كله لو انت ما بتعرفش تعمل شيفت سولف هتعملها ازاي؟ يعني الاتش دي هتطلعها ازاي؟ هتقعد تعمل كروس مالتيبليكيشن؟ طب وبعدين وعندك حاجات باور 2 هنا في حاجات باور 3، فاهم قصدي؟ فالشيفت سولف علمتها لك ان انت تنجز بيها الدنيا. طيب هنا لما اعمل شيفت سولف الاتش هتطلع معاك بقى بكام؟ الاتش هتلاقي الاجابه بتاعتك طلعت ب اللي هو 3.96 × 10^7 واليونت بتاعتك متر. ده بالنسبه لسؤال رقم 13. طيب بالنسبه لسؤال رقم كام بقى؟ سؤال رقم 14 بيقول لي مبدئيا كده نور كدون عرفت منين اي فورس في اتجاه السنتر؟ بسميها سنتريبتال فورس. ده في حاله السيركلر موشن. يبقى انا عندي قمر صناعي اهو بيلف حوالين الارض في سيرتن اوربت، بيلف في مسار دائري، فمعناها ان في فورس اللي هي جرافيتيشنال فورس، معناها ان الفورس دي بتاثر في اتجاه السنتر. يبقى الفورس دي هي الجرافيتيشنال فورس، هي السنتريبتال فورس في اتجاه السنتر، معناها ان اتجاه الموشن بيبقى تانجنت بالمنظر ده اللي احنا متعودين عليه في السيركلر موشن. فمعناها ان الانجل ما بين الفورس والموشن ب 90، فالثيتا دي كده ايكوال 90، وانت عارف ان كوساين ال 90 ايكوال 0، فبالتالي الورك كمان هيبقى ايكوال 0، وده متعودين عليه ان الورك دون باي سنتريبتال فورس على طول ايكوال 0. فالاجابه بتاعتي هتبقى سي اللي هو نو ورك از دون كمل بيكوز ذا دايركشن اوف فورس، عشان اتجاه الفورس ها از بيربنديكولر تو ذا دايركشن اوف موشن، لان اتجاه الفورس هو بيربنديكولر على اتجاه الموشن. طب مستر دي غلط ليه؟ ما هو بيقول لي نو ورك دون، هتلاقيه بيقول لك سبب مش حقيقي، هتلاقيه بيقول لك سبب غلط. انا السبب عشان فورس الموشن بيربنديكولر، ده اللي هو اجابه سي. طب هنا في دي اتفقنا دي غلط ليه؟ بيقول لي نو ورك دون وان ذا سترايك كمل بقى بيكوز ذا نت فورس ذات افكتس ذا سلايت ايكوال 0. هو مين قال النت فورس ايكوال 0؟ النت فورس نوت ايكوال 0، ده في فورس في اتجاه السنتر اللي هي سنتريبتال فورس اللي هي الجرافيتيشنال فورس. طيب بعد كده سؤال نمبر 15. هنا فاكر بقى لما كنت بجيب ايه واقول لك هات حبل، بتمسك طرف الحبل ده بايدك، الطرف الثاني بتلفف فيه كوره او طوبه او اي حاجه وتقعد تلعب بقى، تقعد تلفف الكوره دي في سيركلر باث. ماشي، خلي بالك لو الحبل اتقطع ايه اللي هيحصل؟ الكوره هتكمل حركتها في اتجاه تانجنت. الكوره هتكمل حركتها في اتجاه ايه؟ تانجنت. يعني وانا بلفف كده، بص انا عمال الفف 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 الفف، لو جيت مثلا عند البوزيشن ده او انا بلفف مثلا في الاتجاه ده وجيت عند البوزيشن ده الحبل اتقطع، هتلاقي الكوره كملت ايه؟ كملت تانجنت. فده اتجاه الفي اللي هو اتجاه الحركه. طب لو انا بلعب فجيت عند البوزيشن ده الكوره اهو وانا بلفف كده جيت عند البوزيشن ده الحبل اتقطع، بص انا بلفف كده جيت عند البوزيشن ده الحبل اتقطع، كره كمل تانجنت. طيب تعال نشوف عايز ايه. What is the direction of the net force that acts on a stone tied؟ بص اتجاه النت فورس عشان الفورس دي بيبقى اسمها سنتريبتال، فعلى طول اتفقنا ان النت فورس على طول بتبقى في اتجاه السنتر، يبقى هقول towards the ايه the center the center of the circular boss. طيب تعال نكمل. بيقول لك and، يبقى كده انا جاوبت الجزء الاول ماشي. بيقول لك and what، وخلي بالك centripetal force في المثال ده نوعها ايه؟ نوعها tension force. يبقى في فورس اهو قوه الشد دي بتبقى في اتجاه السنتر، انت اللي بتشد الحبل، فقوه الشد بتبقى في اتجاه ايدك اللي هو بيمثل السنتر بتاع الدايره اللي الكره بتلف فيها. بيقول لك and what the direction of the motion. طالما قال لي direction of motion اللي هو اتجاه ال v، اللي هو اتجاه ال v على طول اكتب كلمه tangent، يبقى direction of motion اتجاه ال v دي حتى كنا بنسميها tangential velocity، فاتجاه الموشن على طول الاجابه هتبقى tangent to the curve او the circular boss. يبقى tangent للcircular boss اللي الكره بتلف فيه. طيب بعد كده سؤال رقم 16 بيقول لك write the mathematical relation، اكتب لي القانون اللي بيربط ما بين اول حاجه مومنتم وماس، ثاني حاجه acceleration و force. بس تعالى نكمل. and what the slope of the straight line equals. ده هو عايز ايه الماثيماتيكال ريليشن وعايز كمان السلوب. تعالى نشوف هنا في الجزء الاول، هو في الجزء الاول تعالى نجيب مين القانون بيربط ما بين مومنتم وما بين ماس. والله يا مستر ان المومنتم ايكوال ام باي في. طيب لو جينا جبنا الاسلوب هنا، الاسلوب ايكوال ايه؟ واي على اكس، الواي مومنتوم، الاكس ماس. لما اقول مومنتوم على ماس فالاسلوب بتاعك هيبقى مين؟ هيبقى السرعه. طب تعالى نشوف هنا، ده اكسلريشن وفورس، ايه القانون بيربط ما بين اكسلريشن وفورس؟ نيوتن سكند لو. بروف ان الفورس هي ايكوال ماس باي اكسلريشن، ان الفورس ايكوال ماس باي اكسلريشن. طيب عايز الاسلوب، ركز بقى معايا.
الاسلوب ايكوال، ها اوعى تقول ام، هتبقى واحد على ام. ليه؟ لما اجي اقول ها لو قلت فورس على اكسلريشن يدي ماس، بس هنا انا بقول واي على اكس، فهل هنا انا بقول فورس على اكسلريشن عشان اطلع ماس؟ لا، انا بقول اكسلريشن على فورس، فزي دي ما اتعكست الماس هتتعكس، فهتبقى واحد على ماس. ده بالنسبة لآخر سؤال في الامتحان التاني، وتعالى كده وانت فايق نشوف السؤال التالت. اشرب بقى، اعمل كده كوباية نسكافيه، اي حاجة فوق معايا، ان شاء الله ننجز الامتحان ده برضو بالتفصيل. احنا بنذاكر على الامتحان، بنفتكر كل حاجة مع بعض. سؤال رقم واحد بيقول أبادي موز in a circular path of radius r with speed v under the effect of a centripetal force f. تمام، بيقول لك if its speed increases to root 2 v، ايه اللي يحصل للفورس؟ واحدة واحدة. centripetal force ايه علاقتها بالفيلوستي؟ ها لو انت فاكر السؤال الاول، ها الفورس equal mv سكوير على r، خلي بالك ان الفورس هي دايركت مع الفي ولا الفي سكوير؟ لا الفي سكوير، يبقى الفورس دايركت مع الفي سكوير. واحدة واحدة معلم، هو بيقول لك الفي دي هي في الاول كان اسمها في، بيقول لك زادت بقت روت 2 في. كل اللي انا هعمله مكان الفي هحط روت 2 في واحده واحده. ده مكان مين يا معلم؟ مكان الفي، بس ده كان عليه سكوير، فالبراكت ده برضه هعمل عليه، هعمل عليه سكوير، فتلاقي ايكوال روت 2 بار 2، الروت يتشال فيتفضل 2، في بار 2 تنزل في سكوير. بمعنى ان هنا كان اسمها في سكوير بقى اسمها 2 في سكوير، يعني زادت كم مره؟ زادت مرتين، فالفورس كمان هتزيد كم مره؟ هتزيد مرتين، يبقى الفورس بدل ما كانت اف هي كمان هتبقى ايه يا معلم؟ هتبقى 2 اف. عملناها على الهادي خالص. يبقى تاني كل اللي انا عملته قال لي ان الفي بقت روت 2 في، ماشي، بس ده هنا ده كان الفي باور 2، فروت 2 في كمان هتبقى باور ايه؟ باور 2. فكيت البراكت روت 2 باور 2 السكوير يشيل الروت فيتفضل 2، في باور 2 تنزل زي ما هي في باور 2. يبقى ايه اللي حصل للفي سكوير؟ زادت مرتين. ليه؟ السرعه سكوير كان اسمها في سكوير بقت 2 في سكوير، يبقى معناها الفورس دايركت مع الفي سكوير، فده لو زاد مرتين ده كمان يزيد مرتين، فلو كان اف بقى 2 اف. انهي اجابه؟ الاجابه بتاعتك ايه؟ طيب بعد كده سؤال نمبر 2. سؤال نمبر 2 بيقول لك ها in the opposite figure a ball is placed at the top of an inclined surface. It can reach the ground by falling vertically from A to B. يبقى هنا انا ممكن اوصل للجراوند ان انا ممكن اسقط vertical بالمنظر ده، اتنقل من نقطة A اروح لنقطة B بشكل مباشر. ماشي، ده حل. في حل تاني. Or ها ايه بقى الحل التاني؟ by rolling down ها inclined from A to E passing by point C and D. بص الحل التاني بقى، انا برضه اوصل للجراوند، بس ازاي همشي في الطريق ده؟ هروح من A ل E مرورا، وانا رايح بمر بنقطة C وبمر بنقطة D، ان انا واخد المسار ده يعني. ماشي، ادي حلين برضو خلوني وصلت للجراوند. هو عايز ايه؟ If we neglect the air resistance and the friction then، هنا بيقول لي بقى the kinetic energy of the ball at point C and D will be equal فين C و D؟ ان هنا الكينيتيك انرجي، بص كده الكينيتيك انرجي عند C وعند D هيبقى equal. اه طبعا، لان انا على نفس الليفل، فانا كده على نفس السرعه، فالسرعه عند سي هي هي السرعه عند، نشيل ده كده، السرعه عند سي هي هي السرعه عند دي، فبالتالي نفس الكاينتيك انرجي، يبقى سي ودي عندهم نفس الكاينتيك انرجي، ده صح. طيب ذا كاينتيك انرجي اوف ذا بول ات بوينت بي اند اي ويل بي ايكوال، تعال نشوف بي واي الاثنين على نفس الليفل فعليهم نفس السرعه، فاه ده برده صح. طب تعال نشوف سي ذا ميكانيكال انرجي اوف ذا بول، انا من غير ما اشوف سي هي اكيد الاجابه بتاعتك هتبقى يا رجاله هتبقى اول ذا بريفيوس، لان اي وبي صح، فخلاص الاجابه اول ذا بريفيوس. طب نتاكد ان سي صح، بيقول لك ذا ميكانيكال انرجي اوف ذا بول ات بوينتس بي اند دي ويل بي ايكوال، اكيد طبعا. ليه؟ لان الميكانيكال انرجي هي كده كده ثابته عند اي بوزيشن، فالميكانيكال عند ايه؟ هي عند سي، هي عند دي، هي عند اي، هي عند بي، كل النقط عندها نفس الميكانيكال انرجي طالما نفس الاوبجكت نفس الكور. طيب بعد كده سؤال نمبر 3 بيقول if a net force of 8 newton ها acts for 5 seconds on a body that's moving with a velocity of 2 meter per second. بيقول لك the change in momentum of the body during the interval equal. هو هنا بيقول لك ان انا عندي force، تعالى نكتب كده صور رقم 3، بيقول لك ان هنا في force قيمتها 8 نيوتن، الفورس دي بتأثر لتايم انترفل قيمته 5 seconds. بيقول لك ها ان على كوره، الكوره دي كانت بتتحرك بسرعه قيمتها 2 متر بير سكند. ماشي، هو عايز ايه؟ عايز يعرف
هل عايز المومنتوم؟ لا، عايز اللي تشينج في المومنتوم. خلي بالك الكره كانت سرعتها 2، طب في فورس اثرت على الكره دي فاكيد هتغير سرعتها، فطالما السرعه اتغيرت فالمومنتوم كمان هيتغير. هو عايز بقى اللي تشينج، خلي بالك من الجمله دي، هو عايز مين يا معلم؟ اللي تشينج اللي حصل في المومنتوم. طيب هل كان في قانون بيربط ما بين فورس وما بين تايم وما بين تشينج المومنتوم؟ اه. ايه هو؟ ان الفورس ايكوال لتشينج ان مومنتوم اوفر التايم، بس كده. الفورس ب 8، التشينج ان مومنتوم ما اعرفوش، التايم ادهولك بكام؟ ب 5. هات التشينج ان مومنتوم، هعمل 8 باي 8 باي 5، يبقى التشينج ان مومنتوم ايكوال 8 باي 5 اللي هي على طول تطلع بكام؟ ب 40. اليونت بتاعتك كيلو جرام متر بير سكند. انهي بقى اختيار؟ هتلاقي الاختيار بتاعك سي. طيب مستر، هو السرعه كانت ب 2 بقت بكام؟ هو ما طلبش مني، هو ما قالكش السرعه بقت بكام، هو بيقول لك احسب لي التشينج ان مومنتوم على بعضها، فانا جبت على طول على بعضها التشينج ان مومنتوم بكام؟ ب 40. طيب تعالى نشوف سؤال بقى نمبر 4، يطلع سيكا كده. ماشي، سؤال نمبر 4 بيقول لي the following figures represent four bodies in uniform circular motion. Four bodies in uniform circular motion. Which one of these bodies is affected by the largest centripetal force? عايز اعلى centripetal force. طب بشكل عام يا رجاله، ايه قانون centripetal force؟ ها، ام في سكوير على ار، يبقى الماس بضربها في السرعه سكوير على الريديس. يبقى هنا هقول، خلي بالك ان الماس كده كده في الفور بوديز نفس الماس، هو كلها مسميها ام. يعني هنا هقول ام في السرعه سكوير على الريديس اهو. تعالى بس ايه نظبط الشغل، هنا الماس في السرعه سكوير على الريديس، الماس في السرعه سكوير على الريديس، واخر حاجه برضو هقول هنا الماس في السرعه سكوير على الريديس. خلي بالك انا ممكن ما اكتبش الماس بما انها ثابته، يعني اعملها كانها ريشيو. بس تعالى نكمل. ليه بقى انا عمال اعمل براكت واقول لك حط جوه البراكت ده السرعه وده سكوير على الريديس؟ لان هو عمال يلعب بقى، مره السرعه مسميها في، مره مسميها 2 في، مره مسميها نص في، مره مسميها 3 في، وهكذا. يبقى انا بامن نفسي بالبراكت عشان في سكوير. يبقى هنا الماس في السرعه سكوير، هنا السرعه مسميها يا معلم ادي في. طيب هنا الريديس مسميه ايه؟ مسميه ار. طب تعالى هنا السرعه هنا مسميها ايه؟ مسميها 2 في. يبقى ده فايده البراكت سكوير، لان ال 2 في دي كلها هتبقى اول باور 2 على الريديس تحت مسميه ايه؟ مسميه 2 ار. هنا السرعه مسميها نص في، والريديس تحت مسميه نص ار. طب هنا السرعه مسميها 3 في، والريديس مسميه تلت ار. انا هنا بقول على الريديس، والريديس هنا مسميه تلت ار. طيب تعالى نكمل، تعالى نشوف بقى مين اكبر واحد من دول، لان هو قال لي انا عايز اللارجست ها سنتريبتال فورس. لما اجي اقعد يا معلم، تعالى نعوض كده حاجات بقى ماس وكده، انت شاطر فيها كده كده. هنا مبدئيا ده ما فيهوش مشكله، هيبقى زي ما هو اهو ام في سكوير على ار. طيب بعد كده تعالى هنا، خلي بالك ادي الماس زي ما هي، 2 في دي اول باور 2، يبقى 2 باور 2 بكام؟ ب 4. اتفضل في باور 2 نزلتها في باور 2 على 2 ار. خلي بالك ان 4 اوفر 2 يتفضل 2، يعني ده هيطلع 2 ام في سكوير على ار. يبقى الاول طلع ام في سكوير على ار، الثانيه طلعت 2 ام في سكوير على ار، لغايه دلوقتي دي الاكبر. تعالى بس نكمل باقي الاختيارات. تعالى نشوف هنا، هنا هنزل الماس زي ما هي، ماشي. هاف في سكوير اول باور 2، هاف باور 2 بكوارتر، في باور 2 بفي سكوير على، هنا تحت في نص ار. طيب ايكوال لما اقول كوارتر ديفايدد هاف على الاله تطلع بهاف، وادي ام في سكوير على ار بنزلها زي ما هي، ده طلع نص ام في سكوير على ار. يبقى ده ام في سكوير على ار، 2 ام في سكوير على ار، نص ام في سكوير على ار، لغايه دلوقتي ده اكبر واحد. بس تعالى نشوف الاخير يطلع، يمكن يطلع هو اكبر، وده اللي هيحصل بالمناسبه. تعالى نشوف هنا الماس دي هنزلها زي ما هي، 3 في اول باور 2، 3 باور 2 ب 9، في باور 2 بفي سكوير على تلت ار. خلي بالك ان تحت اللي تحت هيطلع فوق، فالثلاثة دي هتطلع فوق وتتضرب في التسعة، ف 3 باي 9 تبقى بكام؟ ب 27. وام في سكوير على ار هنزلها زي ما هي، اكيد ده اكبر واحد، لان ده 27 ام في سكوير على ار. في ناس وهي بتحل ممكن تسهل على نفسها، لو ما بتحبش الرموز ممكن تتعامل مع اي ها مع اي مثلا ام دي، بص بص اللعبه دي، يعتبر ان دي بواحد، ويعتبر الار نفسها بواحد، ويعتبر الفي نفسها بواحد، ويروح يعوض. يبقى يعمل ايه؟ انت بتقول القانون ها ماس في سكوير الفيلوستي اوفر الريديس، فيجي يعمل هنا مثلا
الماس بواحد والله السرعة سكوير السرعة باتنين سكوير باربعة على الريديس باتنين، فيقوم قايل الاربعة الاتنين تطلع بالاتنين مثلا، فتطلع مثلا باتنين ده تشويس بي. بص احنا طلعناه ايه التشويس بي، اتنين ام في سكوير على ار، اللي هو انا معتبر ان ده بواحد وده بواحد وده بواحد، فاهم قصدي؟ فيتفضل الاتنين بس. نفس الفكرة يجي هنا مثلا يجي يقول لك ماس في سكوير الفيلوستي على الريديس. طيب الماس احنا اتفقنا معتبرينها بواحد، سكوير السرعة دي انا معتبرها بواحد، فتفضل نص، النص سكوير يطلع بايه؟ يطلع بربع على الريديس، احنا معتبرين ده بواحد، الار دي بواحد، فتفضل نص. ها فيقوم عامل كده ربع على نص تطلع بنص. فعلا في الاختيار سي كنا مطلعينها بكام يا معلم؟ كنا فعلا مطلعينها بنص، ام في سكوير على ار، معتبر ده بواحد ده بواحد ده بواحد وهكذا. حتى في اخر واحده اهو هتلاقي انا قايل لك اعتبر مثلا اعتبر الام دي بواحد والار دي بواحد والفي دي بواحد. طب هعمل ايه؟ هاخد ده اعمله في ده سكوير على ده، ده في ده سكوير على ده، اللي هو ماس في السرعه سكوير على الريديس. لما اخد ده اعمله في ده سكوير على ده، ده بكام؟ ده بواحد، ده سكوير يبقى 3 سكوير على ده اللي هو بتلت، وهعمل ده على طول 3 سكوير على تلت على الاله تطلع ب 27. فعلا احنا اخر واحده مطلعين فيها ايه؟ مطلعين فيها، ارجع انت تاني مكانك، اخر واحده احنا مطلعين فيها فعلا ايه؟ 27 وهكذا. عملتها لك بالتفصيل وزي ما تحب، المهم ان احنا نطلع الاجابه صح. دي طريقه ودي طريقه مش فارقه، هي هي والله. بس في ناس يقول لك انا مش عايز اتعامل مع رموز، هعتبر كله بوحايد واشتغل هيطلع صح. بطمنك ان الاثنين يطلعوا ايه؟ عادي الاثنين يطلعوا صح. طيب بعد كده سؤال رقم 5، the distance between two bodies is r if the mass. خلي بالك بقى السؤال ده مهم وفي ناس هتتغفل فيه، فركز عشان ما تتغفلش. بيقول لك the distance between two bodies is r، ماشي. بيقول لك if the mass of one body is doubled، ماس من التو bodies دول ماس واحده منهم هتزيد للدبل، ماشي. بيقول لك the change in the distance between them that makes the attraction force between them decreases to itself. بيقول لك انا عايز ايه اللي تشينج اللي هيحصل في المسافه ما بين التو بوديز دول اللي يخلي الاتراكشن فورس تقل النص. واحده واحده بيتكلم عن اتراكشن فورس، فتعالى نكتب قانون الاتراكشن فورس. الجرافيتيشنال اتراكشن فورس ايكوال ايه؟ جي كبيره في الماس الاولى في الماس الثانيه على المسافه سكوير، والمسافه دي يا معلم منين لمنين؟ من السنتر للسنتر. طيب الفورس دي قال لي هتقل النص، مكان الفورس احط اهو في ايكوال، الجرافيتيشنال كونستنت ثابت ما بينزلوش في الريشيو، الماس الاولى هعتبر ان هي اللي زادت للدبل ديفايدد. خلي بالك هو قال لي في ماس من الاثنين هتزيد للدبل، فانا اعتبرت ان ماس 1 دي اعتبرت ان ماس 1 دي هي اللي زادت لي ليه للدبل، وماس 2 ما جابش سيرتها، فانا كمان مش هجيب ايه؟ مش هجيب سيرتها على المسافه سكوير. ادي المسافه سكوير، هات بقى المسافه سكوير دي في ناحيه لوحدها فهتبقى 2 باي 2، فالمسافه سكوير تطلع ب 4. ركز بقى، هل ده فاليو؟ لا دي ريشيو، يعني معناها المسافه سكوير زادت 4 مرات. يعني لو عايز اشيل هنا السكوير هاخد الروت، ها الناحيه الثانيه روت الاربعه بكام؟ باتنين. يعني معناها ان المسافه نفسها زادت مرتين. ركز بقى في دي، هو في البدايه كان قايل لي ان المسافه اسمها ار، وبقول لك ان هي زادت مرتين، يعني معناها ان هي بقت 2 ار. يعني هنا المسافه كان اسمها ار، زادت مرتين بقت 2 ار. اوعى تتغفل وتختار 2 ار غلط. ليه؟ خلي بالك من الكلمه دي ذات تشينج in the distance between them. هو ما بيقولكش المسافة بقت بكام، ما قالش كده، هو بيقولك انا عايز اعرف اللي تشينج، الفرق الديفرنس اللي حصل. بمعنى لو انا قلت لك انت كان معاك مثلا 1000 جنيه وربنا كرمك بقى معاك 2000 جنيه عادي، طيب لما اقولك انت بقى معاك كام؟ تقول لي بقى معايا 2000. طب لما اقولك هو الفرق اللي معاك بقى كام؟ هتقول 2000؟ لا انا كان معايا 1000 بقوا 2000، فالفرق كام؟ الفرق 1000. نفس الكلام هنا، يعني كاني بعمل ماينس، يعني هقول لك اهو يا اسطى انت كان معاك 1000 بقى معاك 2000، لو سالتك بقى معاك كام تقول لي 2000. طب لو سالتك الفرق، انت واحد كان معاك 1000 بقى 2000، الفرق كام؟ تقول لي الفرق 1000. يعني كاني بعمل ايه؟ ماينس 2000 ماينس 1000، فالاجابه هتطلع ايه؟ 1000. نفس الفكره، هو هنا ما قالكش المسافه بقت بكام، هو قال لي الفرق بكام. فلو المسافه كانت ار، المسافه بقت 2 ار، فهعمل ماينس عشان اجيب اللي تشينج الديفرنس، الفرق بكام؟ 2 ار ناقص ار، يبقى معناها ان الفرق بار، فالاجابه بتاعتك هتبقى ار، اللي هي اجابه سي. عرفت منين؟ عشان كلمه تشينج. ده بالتفصيل. بعد كده سؤال نمبر 6 بيقول the object graph represents the change of both kinetic energy and potential energy of a body during its fall towards the ground. So the mechanical energy of the body equals 1/1. هنا خلي بالك انا راسم ما بين انرجي وما بين هايت. طيب تعال نشوف الجراف الاول او ستريت لاين الاولاني ده كده، العلاقه دايركت، يعني كل ما الهايت يزيد كل ما الانرجي بتزيد. دي انهي نوع من الانرجي؟ اكيد دي بوتنشال. طيب
هنا كل ما الهايت بيزيد هتلاقي هنا ان الانرجي بتقل. دي اكيد مين؟ دي اكيد الكاينتك، لان كل ما الهايت بيزيد ها معناها ايه اللي بيحصل؟ سرعه بتقل، فكاينتك بتقل. المهم انت عارف ان كده كده لو البوتنشال دايركت فاكيد الكاينتك هتبقى انفرس، لان البوتنشال والكاينتك عكس ايه؟ عكس بعض. هو عايز ايه؟ عايز الميكانيكال. انا عارف ان الميكانيكال هي كده كده الماكس. لو انت فاكر كنت بقول لك لو انا اعتبرت مثلا، تعال افكرك، لو ده التوب بنذاكر مع بعض، لو ده التوب يبقى البوتنشال ايكوال ماكسيم. طيب لو هنا ده الجراوند، خلي بالك ان عند التوب البوتنشال ماكسيم والكاينتك بزيرو، عند الجراوند يبدله، الكاينتك هي اللي تبقى ماكسيمم ها والبوتنشال هو اللي يبقى بزيرو. هنا كان الكاينتك بزيرو. طيب هو ايه هو الميكانيكال؟ الميكانيكال والله ثابت عند اي نقطه، هي مجموع البوتنشال والكاينتك، ماكسيمم زائد زيرو يدي ماكسيمم. طب هنا نفس الكلام، زيرو بلس ماكسيم يدي ماكسيم، فانا عارف ان كده كده الميكانيكال هي ماكسيم. طب فين الماكسيم فاليو بقى؟ سواء الماكسيم للبوتنشال او الماكسيم للكاينتك، هو ده الميكانيكال. طيب هنا فين بقى الماكسيم على الرسمه؟ الماكسيم على الرسمه اعلى قيمه للبوتنشال واعلى قيمه للكاينتك، اعلى قيمتين عندك اهم، ده كده بيمثل لي القيمه بتاعت ها الميكانيكال. فتلاقي ان الميكانيكال بكام؟ ما بين 0.7 و 0.8، اللي هو 0.75، ده الميكانيكال انرجي اللي هي اختيار C. بعد كده سؤال نمبر 7 بيقول لي: the centripetal force acting on a car while taking a horizontal circular path is initiated from. طبعا اي فورس بيسبب الاوبجكت يلف في دايره او جزء من دايره، اتفقنا بنسميها سنتريبتال فورس. السنتريبتال فورس دي ممكن في حاله مثلا، فاكر لما بلفف كوره بحبل بلففها بسيركلر باث، في المثال ده السنتريبتال فورس هي تنشن فورس، يبقى الفورس ناحيه السنتر بسميها سنتريبتال فورس. ممكن تبقى تنشن فورس زي المثال اللي انا لسه قايله. طيب القمر الصناعي اللي بيلف حوالين الارض، مين الفورس اللي بتشده ناحيه السنتر بتاع الايرث؟ هتقول لي دي جرافيتيشنال فورس، فساعتها السنتريبتال فورس جرافيتيشنال فورس. طب عربيه بتاخد يو تيرن او بتلف في كيرف، فساعتها مين الفورس اللي بتاثر في اتجاه السنتر؟ هي الفريكشن فورس، قوه الاحتكاك ما بين الكاوتش بتاع العربيه وما بين الارض. فالاجابه هنا الاجابه هتبقى فريكشنال فورس، الاجابه بتاعتك دي. هنا كان بيسال على الكيس الثالث اللي هو سنتريبتال فورس اكتنج اون ا كور وايل تيكينج ا هوريزونتال سيركلر باث. ماشي، بعد كده سؤال نمبر 8 وسؤال فيه فكر. ايه هو؟ بيقول لي انا راسم ما بين الاكسلريشن ها وما بين الفورس، بس التو بوديز A وB، وانا عارف كده كده الفورس والاكسلريشن علاقه دايركت، وبيقول لك عايز ريشيو ما بين ماس A وماس B. ايه الفكره اللي فيه؟ ان هو مش مديك ارقام، فانت قاعد في الامتحان تنادي بقى المراقب بتاع اللجنه يا مستر دول نسوا يحطوا الارقام. هنا في السؤال ده هم ما نسيوش، في المثال ده هم ما نسيوش. ليه؟ تعال نشوف. انت خليك صايع، هو مش حاطط لك سكيل، حط انت السكيل اللي انت عايزه. يعني انا همشي عمي كل واحد، يعني انا مثلا هعتبر ان ده زيرو، فده واحد، ده اتنين، ده تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، عند النقطة دي هكتب تمانية عادي. وزي ما مشيت وحايد هنا همشي برضو وحايد هنا، لان السكيل ده هو هو ده. او واحد يقول لك لا انا همشي بقى خمسة عشرة مش عارف ايه، امشي عمي وحايد، يعني يمشي هنا ده برضو، ده واحد، ده اتنين، ده تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، يبقى عند النقطة دي برضو تمانية. طيب عند النقطة دي كده انت قلت لي ده 0 1 2 3 4، عند النقطة دي 4 وهكذا. طيب عند النقطة دي مثلا دي هنا يبقى 0 1 2، دي مش هحتاجها اصلا، دي برضو مش هحتاجها. امال مين اللي هحتاجها؟ مش رايح تمسح ليه؟ مسح. مين بقى اللي هحتاجها؟ اللي هحتاجها النقطة دي. لو قلت لي ده 0 فده 1 2 3، دي كده هتبقى 4. تعال اقول لك ليه هحتاج الثلاثة دول تحديدا. ببساطة لو انا عايز ماس A على ماس B، فانا عارف من نيوتن سكند لون اي فورس هي ماس في ايه؟ في اكسلريشن. فلو عايز اجيب الماس في ناحيه لوحدها، فاي ماس بتبقى عباره عن فورس على اكسلريشن، فتعالى نعوض عادي جدا، يبقى الماس بتاعت A هتبقى فورس A على اكسلريشن A ديفايدد، الماس بتاعت B هتبقى فورس B على اكسلريشن B، واروح اعوض تعويض مباشر. تعالى نشوف كده من على الرسمه بقى، فورس A على اكسلريشن B، ادي يا عم بالنسبه للستريت لاين اللي اسمه ايه؟ تعال عند اي نقطه على الستريت لاين وليكن النقطه دي، هاخد فورس على اكسلريشن. اوعى تتلخبط، خلي بالك الفورس هنا اللي تحت هي اللي على الاكس، فالفورس هنا بكام؟ باربعه. الاكسلريشن عند نفس النقطه بكام؟ بثمانيه، خلي بالك الاكسلريشن هي اللي فوق هي اللي على الواي، يبقى هنا اوعى اقول 8 على 4، لا انا لو قلت 8 على 4 كاني بقول اكسلريشن على فورس، لا انا عايز فورس على اكسلريشن، فاقول 4 على 8، 4 على 8 على الاله هتطلع بهاف ديفايد. هنا فورس بي على اكسلريشن بي بنفس الطريقه، هاجي هنا اهو فورس بي بكام؟ ب 8،
على acceleration b برضو بتمانية. يبقى 8 على 8 تطلع بكام؟ بواحد. فتطلع الإجابة بتاعتك half، لو عاملها كريشيو يبقى 1 2 2. عشان كده قلت لك دول النقط اللي أنا أو دي الكوردينيتس اللي أنا هحتاجها، يبقى الإجابة بتاعتك هتبقى half وده تشويس B. بعد كده سؤال نمبر 9. سؤال نمبر 9، ها قبل ما أكمل، هو هنا أنت عايز اتجاه حركة يبقى تانجنت، عايز اتجاه acceleration اتجاه السنتر، عايز اتجاه فورس اتجاه السنتر، centripetal force و centripetal acceleration، لكن tangential velocity اللي هو اتجاه الحركة تانجنت. فهنا هو عايز ايه؟ هو هنا بيقول لك which of the following figures represents the direction of motion، يبقى على طول هختار tangent. طيب A دي مش tangent، B مش tangent، ففي هنا شكلين tangent، ده كده tangent وده كده tangent. طب اختار C ولا دي؟ ها على حسب اتجاه الروتيشن، يعني هنا الطوبه او الاوبجكت ده كان بيلف في الاتجاه ده، فلو جيت عند البوزيشن ده الحبل اتقطع الكره تكمل ايه لفوق، فالاجابه الصح هي سي. طيب بعد كده بيقول لك رقم 10، ده مهم قوي 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 قوي. if the kinetic energy of a car is quartered، لو الكينيتيك انرجي ها قلت الربع، ايه اللي يحصل للمومنتم؟ بص يا معلم انجز حالك وهقول لك ليه. المومنتم على طول اقدر اقول ان هو دايركت مع روت الكاينيتك انرجي، مع روت الكاينيتك انرجي. بمعنى تعال نحط الروت ده زي ما هو اهو، قال ان الكاينيتك انرجي قلت الربع، مكان الكاينيتك انرجي هحط ربع، اعمل على الاله روت الربع تطلع بنص. فمعناها ان المومنتم هل هو ايكوال نص؟ لا انا بتكلم كريشيو، يبقى المومنتم قل قد ايه؟ قل النص. يبقى المومنتم قل النص اللي هي الاجابه بتاعتك بي. مستر طب فهمني بقى ليه، ها ليه ده من الاجزاء المهمه، ليه المومنتم دايركت مع روت الكاينيتك انرجي؟ تعال نكتب القانونين كده. لو انا كتبت القانون بتاع الكاينيتك انرجي الاول هو نص ام في سكوير، يعني معنى كده ان الكاينيتك انرجي دايركت مع الفي سكوير، ما هو لو نفس الاوبجكت نفس الماس. طيب تعال نكتب القانون بتاع المومنتم، المومنتم ايكوال ام باي في، يعني معنى كده ان المومنتم دايركت مع الفي، ما هو لو نفس الاوبجكت نفس الماس. ركز بقى في المعلومتين دول، ها ركز ان الكاينيتك دايركت مع الفي ولا الفي سكوير؟ مع الفي سكوير. طب انا لما اتنقلت من كاينيتك لبوتنشل يبقى كاني عملت روت، لان الفي سكوير بقت في، يبقى ده مهم قوي. انا هنا عشان اتنقل انا قلت لك ان البوتنشل دايركت مع روت الكاينيتك انرجي، ليه مع الروت؟ عشان هنا الكاينيتك انرجي جواها في سكوير، لكن المومنتم جواها في، فعشان اتنقل من في لفي سكوير كاني عملت روت. يبقى لو عايز اتنقل من كاينيتك انرجي لمومنتم لازم اعمل روت، فعشان كده قلت لك ان المومنتم هو دايركت مع روت الكاينيتك انرجي، ده مهم جدا جدا جدا. طيب بعد كده فاخترت ان ايه، ان المومنتم هيقل النص اللي هي جيتس ايه، جيتس هاف. بعد كده سؤال رقم 11 بيقول لي الساتلايت اوربتس ا بلانيت at an orbital radius، ده جامد ده ليه؟ ده لك على بعضها الاوربيتال ريديوس اديها لك ها ب 10 باور 6 متر. if the acceleration due to gravity ها بكام بقى الجي الصغيره؟ ب 4 متر بير سكند سكوير. المساله خلصت ليه؟ ده عايز الاوربيتال سبيد. هقعد بقى انهي قانون من بتوع الساتلايت الاوربيتال فيلوسيتي او الاوربيتال سبيد؟ كانوا ثلاثه، هقعد بالاول ولا الثاني ولا الثالث؟ بالثالث، اللي هو ايه بقى؟ ان الفي ايكوال ها روت جي الصغيره في الار اللي هي الاوربيتال ريديوس، ساعتها بقى تعويض ايه مباشر. قلنا القانون ده اللي بيميزه الجرافيتيشنال فيلد، فطالما مديها لي اقعد بيها، يبقى هنا اقعد بالقانون ده ها 4 باي الار دي بكام؟ قال لي ان هي ب 10 باور 6. هنا 4 باي 10 باور 6 لما تطلع من تحت الروت هتبقى ب 2 باي 10 باور 3، يعني لما اعمل ده على الاله الانسر بتاعتك هتبقى سي. طيب هنا بعد كده نمبر 12 بيقول a body of weight 60 نيوتن ها اداك الوزن has kinetic energy of 27 جول so the momentum of the body equal. هنا عمال يربط ما بين الكينيتك وما بين المومنتم واحده واحده. هنا السؤال ده ممكن هقسمه الاول ان انا هاخد كده اقول الويت، اكتب القانون بتاعها ام باي جي، ركز بس معايا، وبعد كده هكتب قانون الكينيتك انرجي نص ام في سكوير، وهو عايز المومنتم فاكتب المومنتم ايكوال ام باي في. ده مثل اللي انت بتعمله ده، واحده واحده على الهادي. اشمعنى الثلاث قوانين دول؟ لان اول حاجه هو مديك الويت، ف ومديك ايه تاني؟ ده كمان مديك الكاينيتك انرجي، يعني انت لو بصيت معايا ده كمان مديك الكاينيتك انرجي ب 27 وعايز المومنتم، يعني هو مديك ده ومديك ده وعايز ده. طيب فدول لازم استفاد منهم. اول حاجه الويت بكام؟ ب 60. تعال نعوض كده. الماس بكام؟ ما اعرفش. الجرافيتي بكام؟ ب 10.
فمن هنا اقدر اطلع الماس ان الماس تطلع بكام يا معلم؟ ب 6 كيلو جرام. الحمد لله. انت عايز المومنتم ام باي في، الحمد لله قفشت الايه؟ قفشت الماس ب6 باي. عطلان على الفي، اكيد هجيبها من حته الكاينتيك انرجي وهكذا. يبقى لازم استفاد. ها بالجيفن الكاينتيك انرجي بكام؟ الكاينتيك انرجي قال لي ان هي ايكوال 27 ايكوال هاف الماس انت لسه جايبها ب6 في الفي سكوير. طيب هنا اقدر اطلع الفي سكوير ومنها اطلع الفي ازاي؟ هتقول لي هنا هاف باي 6 ده كده يطلع ب3، ال3 لو عنديها الناحيه الثانيه بالديفايد 27 اوفر 3 تطلع ب9، يعني معنى كده الفي سكوير ب9، يعني الفي نفسها بكام؟ ب3. اعملها على الاله الفي هتطلع معاك ب3. يبقى الفي هنا طلعت بكام؟ ب3. 6 باي 3 الاجابه بتاعتك 18 كيلو جرام متر بير سكند. جامد. انهي اجابه؟ الاجابه بتاعتك بي. بعد كده سؤال نمبر 13. The opposite graph represents the relation between the net force acting. السؤال ده حالين شبهه بالظبط، طبعا مع اختلاف الارقام بس حالين شبهه بالظبط في الامتحان اللي فات. هنا انا راسم ما بين force وما بين displacement، وهتلاقيه في الاخر بيقول لك ايه؟ بيقول لك the work done. يبقى هنا الwork done equal ايه؟ F by D. الفورس بكام؟ الفورس ثابته ب 80 باي الدي. الدي بكام؟ الدي ب 5. لما اقول 80 في 5 الاجابه تطلع ب 400، واليونت بتاعتك جول، الاجابه بتاعتك ايه؟ بالمناسبه فهنا خلي بالك ال 400 جول دي لما اقول اف باي دي، خلي بالك ان انت قايل ان الاف بكام؟ ب 80 اهو، الاف دي كده ب 80، وقايل لك ان الديسبيسمنت ب 5، الجزء ده كده ب 5. خلي بالك ان انا كاني بجيب الاريا دي، قلت الكلام ده قبل كده معاك كتير واكدت معاك عليه، اللي هو كاني بقول ها ده كده يعتبر اريا مستطيل، اللي هو يعتبر ها لينس باي ويتس. فهنا الورك لما اكون راسم ما بين اف وديسبيسمنت، ودي معلومه مهمه وجبتها لك قبل كده، ان هي هي الاريا اندر ذا جراف، اللي هو كاني ها بقول لينس باي الويتس. فهنا لما اكون راسم ما بين فورس وديسبيسمنت يبقى الاريا اندر ذا جراف هي هي الورك، الاريا اندر ذا جراف هي هي الورك زي ما عملناها مع بعض. طب يا مستر ما سهل اعملها 80 في 5. ايوه ما عنديش مشكله، لان الشكل ده سهل، لكن لو جه جاب لك مثلا شكل بالمنظر ده هنا هقول لك ان دي الاف ودي الديسبيسمنت، وعمل يا عم مثلا كده اهو. فالفكره هنا ليه الشكل ده سهل؟ لو مسحنا كده هنا الشكل ده سهل لان الفورس ليها فاليو واحده، فخلاص خلصونا عوض بال80. لكن لو جاب لي شكل زي ده كده الفورس ليها اكتر من فاليو، يعني الفورس هنا كانت في البدايه عماله تزيد وبعدين ثبتت، فهنا في فاليو للفورس، هنا في فاليو، هنا في فاليو، وهكذا. هاخد انهي فاليو؟ مش هتعرف تعوض. فبالتالي ساعتها لو الشكل ده جالي اعمل ايه؟ اعمل بقى اللي انا لسه قايله لك دلوقتي، فورس وديسبيسمنت على طول قول لي ان الورك هو هو الاريا اندر ذا جراف. فساعتها الاريا اندر ذا جراف لو رسمنا نفس الرسمه اللي انا كنت راسمها، كنت عامل رسمه بالمنظر ده، روحت الاريا اللي تحت، والاريا اللي تحت دي ممكن اقسمها لاريتين او اريا شكلين مختلفين، يعني الجزء ده كده اعتبره اريا مثلث وانت شاطر تعرف تجيبه، اللي هو في البيس بويل هايت، بلس اريا الشكل اللي جنبه اللي هو الاريا ده كده، اللي هو ده بقى اريا ايه؟ مستطيل او مربع على حسب الارقام اللي هو مديهالك. يبقى انا هجيب الاريا اللي تحت الجراف كلها، وممكن اقسمها هنا لجزئين، اريا مستطيل، ده اريا مستطيل زائد اريا مثلث وهكذا. طيب لكن طبعا ده سهل على طول، ليه؟ لان المسهل ده ان الفورس ثابته، ده حليناه من بدري اصلا، اللي هو فورس باي ديسبيسمنت، فالفورس ب 80 والديسبيسمنت ب ايه؟ ب 5، فتطلع الاجابه 400. طيب بعد كده سؤال نمبر 14، وتعالى سؤال نمبر 14 نحله في الجزء ده، تعالى نفضي ده بس كده نمسح ده. سؤال نمبر 14 برضو من الاسئله المهمه، بيقول ها A body of mass 35 kilogram is pulled to the top of a building by using a rope that can withstand a maximum tension force of 490 newton. يبقى هنا عندي object، ال object اللي الماس بتاعته 35 وانا برفعه لايه؟ لفوق. ركز بقى معايا، يبقى ادي object، ال object ده انا برفعه لايه؟ لفوق بفورس، في هنا فورس قيمتها كام؟ 490 newton. ركز معايا، الماس دي الماس بكام؟ الماس ب 35 كيلو جرام. طيب السؤال بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول لك انا عايز الاكسلريشن، لو انت خدت بالك كده بيقول لك سو ذا ماكسيمم اكسلريشن، ذا ماكسيمم اكسلريشن، هو عايز الاكسلريشن. في ناس ممكن يروح يقول لك ايه؟ مستر ان الفورس والله ايكوال ماس باي اكسلريشن، فالفورس ب 490، الماس ب 35 باي الاكسلريشن ما اعرفهاش، فيقول لك خلصانه الاكسلريشن هو دي ده الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى 490 على 35
تطلع بكام يا عم على الآلة؟ طلعت ب 14 متر بير سكند سكوير. يروح يبص في الاختيارات، لا 14 اول اختيار، البس. ليه 14 ده غلط؟ يبقى هو نيته اللي حط الامتحان نيته زي الزفت. ليه؟ هو عارف انت ممكن تحل غلط ازاي، وهقول لك ليه غلط. هو عارف انت ممكن تحل غلط ازاي وانت مصدقت اصلا، بتطلع اجابه تلاقيها في الاختيارات، فما بالك بقى لو لقيت اول اختيار، فاهم؟ اللي هو والله لا اختارك، اللي هو غلط. ليه؟ احنا اتفقنا، هل الفورس بس في اكسلريشن ولا دي ريزلتنت فورس؟ ريزلتنت فورس او نت فورس. خلي بالك الاوبجكت ده مش دي بس الفورس اللي بتاثر عليه، في فورس ثانيه بتاثر عليه انت نسيتها. ايه هي؟ وزنه. خلي بالك ان ده كده مش مظبوط، ركز كده. انا عارف ان الريزلتنت فورس ها اللي هي ايكوال مين يا معلم؟ الاكتنج بلس الفريكشن، الكلام ده اكد عليه كتير، ايكوال ماس باي اكسلريشن. فلما اجي اروح اعوض، هي مين الاكتنج فورس؟ هو الاوبجكت بيتحرك لفوق، خلي بالك الموشن لفوق ماشي. فمين الاكتنج فورس؟ هي 490. طب مين الفريكشن او الريزيستنج؟ يعني مين القوه اللي بتقاوم الحركه؟ مين القوه اللي عكس اتجاه الحركه؟ والله لو اتجاه الحركه لفوق، فالقوه اللي عكس اتجاه الحركه فيرتيكال داونورد. ده مين بقى؟ ده الويت، ده اللي هو ام باي جي. فاوعى تنسى حته الريزيستنج فورس او الفريكشن فورس معاك في القانون. يبقى الاكتنج ب 490 ما عنديش مشكله، تمام. الفريكشن اللي هو عباره عن ام باي جي، تعالى نعملها الاول. الام ب 350 او ب 335 والجي ب 10، ف 35 باي 10 فتطلع ب 350. يبقى ده هنا الفريكشن ب 350. بس بالله عليك اتفقت معاك ان اي اكتنج ها الفورس الاكتنج هي في نفس اتجاه الحركه بعوض عنها بوزيتيف، الفريكشن عكس اتجاه الحركه بعوض عنها ايه؟ نيجاتيف. كان في فورس فوق وفورس تحت، طالما عكس بعض بعمل كبير ناقص صغير. ده اللي عملته، كبير ناقص صغير، هي ما عملتش حاجه. ايكوال ماس في اكسلريشن، الماس ب 35 في الاكسلريشن ما اعرفهاش. ساعتها بقى روح هات الاكسلريشن. فالاكسلريشن هتبقى لما اقول ده ماينس ده كده، لما اقول ده ماينس ده، فهتقول هيبقى ايكوال 490 ماينس 350، فهتبقى 140 ديفايدد 35 ديفايدد 35. لما اعمل ده على الاله فالاجابه بتاعتك تطلع 4 متر بير سكند سكوير. هلاقيها طبعا في الاختيارات، الاجابه بتاعتي هتبقى سي. طيب بعد كده تعال نشوف سؤال نمبر 15. سؤال نمبر 15 نكبر كده ونشوف. عندي هنا ها بلانت اسمه اكس، بلانت تاني اسمه واي. خلي بالك ان هو مديك الماس بتاعت بلانت اكس، مديها لك بكام بقى؟ ب 10 باور 24 كيلوغرام. اهو مديك الماس، الماس اوف بلانت اكس ب 10 باور 24 كيلوغرام. وعايز ايه؟ عايز الماس بتاعت بلانت واي، ما اعرفهاش. خلي بالك ان بلانت اكس بيلف حوالين ستار اسمه ام في مسار او في اوربت مدار معين. خلي بالك اللي بلانت واي برضو بيلف حوالين برضو استار ام، بس في اوربت تاني او في مدار تاني. طيب خلي بالك ان المسافة من سنتر استار ام لغاية سنتر بلانت اكس، المسافة هو مسميها ار. خلي بالك ان المسافة من سنتر استار ام لغاية سنتر بلانت واي هو مسميها 2 ار. واحدة واحدة على هاتي. هو عايز ايه؟ قال لي انا عايز الماس بتاعت بلانت واي، بس في معلومه مهمه. بيقول لي and the attraction forces by which the star، في attraction force خلي بالك ما بين الستار واكس، وفي attraction force ما بين الستار واي. بيقول لك ان الاتراكشن فورس ما بين الستار واكس ايكوال الاتراكشن فورس ما بين الستار والواي. عرفت منين؟ اهو by which the star acts. ها عرفت منين؟ قايلها لك. on which او in each one of the planets are equal. طيب تعالى نحسب. يبقى هنا الاتراكشن فورس ما بين الستار اللي اسمه ام والبلانت اللي اسمه اكس ايكوال الاتراكشن فورس ما بين الستار اللي اسمه ام والبلانت اللي اسمه واي. تعالى نعوض يا عم في قوانين الاتراكشن ايه فورس. اي اتراكشن فورس؟ جي كبيره في الماس بتاعت الاول، اللي هي الماس بتاعت، تعالى نكتبها كده، اللي هي الماس بتاعت ستار ام، باي الماس بتاعت الثاني اللي هي الماس بتاعت اكس، على المسافة ما بينهم سكوير. المسافة ما بين M و X المسافة R، فهكتبها على طول R A سكوير إيكوال الاتراكشن فورس ما بين ستار M وما بين بلانت Y. هتقول لي G كبيرة في الماس بتاعت الأول اللي هو ستار M في الماس بتاعت التاني اللي هو بلانت Y، على المسافة ما بينهم سكوير. المسافة ما بين ستار M وبلانت Y المسافة كلها من السنتر للسنتر اسمها كم؟ R، 2 R. فأنا هاخد تحت المسافة اللي هي 2 R دي أعملها سكوير، فلما أقول 2 R قول بار 2 فتطلع 2 بار 2 4 ار بار 2 بار سكوير، فهنا تحت هكتب 4 ار سكوير. واحده واحده بقى يا معلم المساله اتحلت ازاي. هتقول لي جي كبيره، هكنسل جي كبيره ماشي. الماس بتاعت ستار ام هي هي الماس بتاعت ستار ام.
الار سكوير هي هي الار سكوير. تعال نشوف مين اتفضل بقى في الليفت هاند سايد. تعال نكتب كده في الليفت هاند سايد اتفضل مين الماس بتاعت اكس. ممكن اكتبها على طول الماس بتاعت اكس اللي هو مديها لك بكام يا معلم في السؤال؟ مديها لك ب 10 باور 24. 10 باور 24 ايكوال. في الرايت هاند سايد مين اللي اتفضل؟ اتفضل الماس بتاعت بلانيت واي على 4. ادي الماس بتاعت بلانيت واي اوفر 4. تعرف تجيب ده في ناحية لوحده؟ هعمل ده باي ده. فمعناها لو انت كنت عايز الماس بتاعت بلانيت واي هي ايكوال 4 باي 10 باور 24 واليونت بتاعتك كيلو جرام. يعني الماس بتاعت واي قد الماس بتاعت اكس كم مرة؟ 4 مرات. لو اكس الماس بتاعتها 10 باور 24 فبتاعت واي 4 باي 10 باور 24 كيلو جرام. وتعالى ناخد اخر سؤال. اخر سؤال ده متعلق شوية بالترم الاول. Two identical balls، بس الكلام طبعا ليه علاقة بالترم الثاني، الكلام ده رجعناه مع بعض كتير. Two identical balls، خلي بالك من كلمة identical، نفس الماس، were projected from the top of a building. ماشي، هحذفهم وانا على التوب بتاعت البيلدنج. طب هحذفهم ازاي؟ تعال نشوف. One of them was projected vertically upward، في واحدة هحذفها لفوق. ماشي. And the other was projected vertically downward، التانية هحذفها لتحت. بس with the same initial velocity. With the same initial velocity. بيقول لي compare between their kinetic energies at the instant of colliding with the ground. طبعا الإجابة بتاعتك هتبقى kinetic energy بالنسبة للكرة الأولى هتبقى هي هي kinetic energy بالنسبة للكرة الثانية لما يروحوا يخبطوا في الأرض. ليه؟ تعالى فهمك. بص يا معلم في الجزء ده كده هعتبر ان دي الكرة الأولى واعتبر اهو ان دي الكرة الثانية. قال لي الاثنين identical نفس الماس. ماشي. او دي كرة رقم واحد ودي كرة رقم اتنين. بص يا معلم وانا هنا عند التوب اهو اوف بيلدينج وادي كده هرسم جزء ده كده. الجزء اللي تحت ده يعتبر مين؟ الجراوند. بص بقى ايه اللي هيحصل. قال لك في واحدة هحذفها لفوق وفي واحدة هحذفها لتحت. طيب واحدة واحدة بس الاتنين بنفس الانيشال فيلوستي. يعني دي مثلا هحذفها لفوق اهو دي هتطلع لفوق بعدين تروح للارض اهو بالمنظر ده. طيب دي هيحذفها لتحت على طول هتروح على الارض على طول. ركز بس معايا الفكره في ايه. ان انا سواء وانا بعمل بروجكتايل ابورد بحذف دي لفوق او بعمل بروجكت داون وورد بحذف دي لتحت هو قايل لي وذ ذا سيم انيشال فيلوسيتي. يعني السرعه هنا هي هي السرعه هنا. يعني لو قال لي مثلا هنا السرعه اسمها في فهنا برضو الانيشال فيلوسيتي برضو اسمها في. ركز معايا. طيب مستر في حاجه بقى ايه اللي علاقه بالترم الاول اللي هو لو انا جيت عملت بروجكتايل ابورد الكره دي بسرعه انيشال اسمها في الكره دي هتفضل تطلع 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 توصل ماكسيمم هايت السرعه هتبقى بزيرو وبعدين هترجع تاني ديو تو جرافيتي والسرعه وانا نازل السرعه بتزيد. طيب ركز معايا عند البوزيشن ده مش البوزيشن ده والبوزيشن ده الاثنين على نفس الليفل يبقى عندهم نفس السرعه. فلو السرعه هنا اسمها في فالسرعه هنا برده اسمها في. كويس. تعال نشوف بقى. تعالى نشتغل على الانترفال دي هلونها لك. بس تعالى نشتغل على الانترفال دي اهي الانترفال دي كده اتفقنا هنا السرعه اسمها بي. وتعالى برضو نشتغل على الانترفال دي هنا برضو هنا برضو السرعه اسمها بي. يعني انا هنا الانترفال دي بادئ بسرعه في والانترفال دي بادئ برضو بسرعه في. طيب وانا نازل ايه اللي بيحصل للسرعه؟ السرعه بتزيد ديو تو جرافيتي. يعني معناها السرعه بتتغير بريت ثابت اللي هو 10 متر بير سكند سكوير. هنا برضو وانا نازل ايه اللي بيحصل؟ السرعه بتزيد. السرعه بتتغير بريت ثابت او بتزيد بريت ثابت اللي هو برضو 10 متر بير سكند سكوير نفس الريت الثابت. يعني معنى كده السرعه كان اسمها في عماله تزيد 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 لغايه لحظه اصطدام الكوره بالارض السرعه هتبقى ماكسيم. هنا انا بادئ من سرعه في وانا نازل السرعه عماله تزيد 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 لغايه لحظه اصطدام الكوره بالارض السرعه هتبقى ماكسيمم والماكسيمم ده هيبقى هو هو الماكسيمم ده لان وانا نازل انا بدات من سرعه في والسرعه بتزيد بريت ثابت وانا نازل انا بدات برده من سرعه اسمها في والسرعه برده بتزيد بنفس الريت الثابت. فالكوره هنا هتوصل لسرعه الكوره رقم 2 برده هتوصل لنفس السرعه لحظه اصطدام كوره رقم 1 وكوره رقم 2 بالارض. يعني من الاخر هنا السرعه هنا هتبقى V1 مثلا هنا السرعة هتبقى V2 والله V1 و V2 ها الاثنين ايكوال لبعض. فبما ان السرعة قد السرعة
والماس قد الماس فالكينيتيك انرجي هتبقى قد الكينيتيك انرجي، لان قانون الكينيتيك انرجي كينيتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير، نص كده كده رقم ثابت. قال لي كلمه ايدنتيكال يعني بول 1 وبول 2 عندهم نفس الماس، وكمان اثبتنا لحظه اصطدام الكره الاولى ولحظه اصطدام الكره الثانيه السرعتين هيبقوا متساويتين، فبالتالي برضو كينيتيك انرجي لكره رقم 1 وكينيتيك انرجي لكره رقم 2 برضو هيبقوا متساويين، وده اللي انا قلته لك من الاول وفهمتك ليه بالتفصيل. كده نكون وصلنا لنهاية اكزام 3. الامتحانات زي ما اتفقنا مهمة جدا جدا جدا، ذاكر اتفرج على الفيديو حل بايدك، مفيش مشكلة ان انت تعيد الفيديو مرة واثنين، ان شاء الله مش هتحتاج لده، كل حاجة بشرحها لك بالتفصيل وماشي معاك خطوة خطوة، اعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك وربنا يوفقك يا بطل.